يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. النهاردة كالعادة إن شاء الله هيكون عندنا العديد من الأمور الهامة اللي بتهم بكل تأكيد كل محبي ومتابعي النادي الأهلي في كل مكان، وأكيد هيكون عندنا كلام كتير أيضا عن المباراة الهامة المقبلة بالنسبة للنادي الأهلي أمام فريق سان داونز في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا. هذه البطولة الهامة للغاية بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره، واستعدادات أكيد استعدادات قوية، بالتالي حلقة النهاردة هتكون حلقة مهمة جدا، وهنتواصل أكيد كمان مع فريق العمل المتواجد أو بصحبة فريق النادي الأهلي في جنوب أفريقيا عشان نعرف كل الكواليس وآخر الأخبار الخاصة بفريق النادي الأهلي واللي وصل خلاص لجوهانسبرغ استعدادا لهذه المباراة الهامة جدا. الجزء الثاني من حلقة النهاردة هيكون معنا الضيف العزيز أستاذ أيمن محمد المحلل الفني بموقع يلا كورة عشان نتكلم بشكل مفصل أكتر عن المباراة اللي هتجمع ما بين الأهلي وصن داونز، وكمان على أسلوب لعب فريق صن داونز والطريقة وأهم اللاعبين اللي عنده. ده طبعا اللقطات اللي احنا بنشوفها مع حضراتكم دلوقتي، دي لقطات خاصة بمقر إقامة النادي الأهلي بجنوب أفريقيا، وأكيد زي ما احنا شايفين كده طبعا كابتن سمير عدلي مدير اداري الفريق، والاستاذ اللي جنبه ده اسمه استاذ محمد سعد، ده من يعني الناس اللي عايشين المصريين المتواجدين دايما في جنوب افريقيا، واللي بيوفر مجهودات كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي سواء من حجز الملاعب والمقر الاقامه طبعا المتواجدين في الفريق زي ما احنا شايفين كده في اللقطات دي، ملاعب التدريب وكل الاستعدادات الخاصه بهذه المباراه، فبالتالي مجهودات كبيره جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي. كمان عايز اقول لكم تواصلوا معانا على صفحه قناه الاهلي على الفيسبوك وتوقعاتكم لمباراه الاهلي وصن داونز، النتيجه تتوقعها كام، ونعرف ان شاء الله توقعاتكم. اكيد نتمنى النادي الاهلي يوفق في هذه المباراه. النادي الاهلي متواجد هناك في جنوب افريقيا منتشي بفرحه جيدة جدا وروح معنوية مرتفعة بعد الفوز الهام الأخير على فريق الاتحاد السكندري في استاد الجيش برج العرب، ومباراة كانت هامة جدا في بطولة الدوري العام. صراحة كانت مباراة عصيبة وكنا كلنا قاعدين على أعصابنا لغاية الدقيقة 91 أو 92، كان فوز أكثر من رائع بالنسبة للنادي الأهلي. الهدف الأول كان لعلي معلول، هدف جميل جدا بعد مجهود جيد جدا من جيرالدو اللاعب الانجولي للفريق، وكمان الهدف الثاني كان هدف صالح جمعه العائد بقوه جدا بعد فتره كبيره من الغياب، وكان كمان بقاله 4 شهور بيأهل نفسه بشكل جيد جدا فنيا وبدنيا، وظهر على صالح جمعه خلال المباراه او الحبه اللي لعبهم الدقائق اللي لعبهم صالح جمعه، ظهر عليه ان هو يعني اصبح لائق للمشاركه في المباريات بشكل جيد جدا، وده اللي كان بيشتغل عليه الجهاز الفني. طبعا الهدف اللي احرزه صالح جمعه ده مكافاه بالنسبه له من عند ربنا بعد المجهود الكبير والالتزام الكبير، ده الاهم بالنسبه لصالح جمعه اللي كان عليه المرحله اللي فاتت. وكمان الهدف ده بيبين جدا مدى إمكانيات رمضان صبحي. أنا في الحقيقة بستغرب جدا لما ألاقي حد بينتقد رمضان صبحي. مفيش حد فوق الانتقاد، مفيش حد مش معرض للانتقاد، شيء طبيعي، لكن لعيب عنده إمكانيات مش موجودة في مصر، لعيب مكانه الطبيعي في أي فرقة كبيرة في أوروبا. أنا مش بضخم طبعا من إمكانيات رمضان صبحي، الناس كلها عارفة إمكانيات هذا اللاعب جيدا جدا، لكن البعض ممكن كان بيهاجمه كتير، البعض كان منتظر يعني تحسن او منتظر اداء افضل من كده من رمضان صبحي اول ما جه فتره الاعاره قادمه من هدرسفيلد الانجليزي، لكن وضح امكانيات رمضان صبحي الكبيره واللي لسه هتظهر بشكل اكبر جدا. لاعب مؤثر جدا وطبيعي طبيعي قوي ان هو يكون متواجد مع المنتخب المصري في بطوله الامم الافريقيه ان شاء الله هتقام في مصر، هيبقى شيء غريب لو ما راحش. احنا عارفين ممكن يكون في بعض المشاكل، لكن نتمنى في الاخر المنتخب يختار الأصلح للتواجد في الفترة المقبلة خصوصا بطولة الأمم الأفريقية اللي هتقام في مصر، فطبيعي جدا إن احنا كلنا منتظرين هذه البطولة. لكن الأهم واحنا بنتكلم عن النادي الأهلي كانت مباراة رائعة جدا، فوز على فريق اتحاد السكندري بعد تعادل مع نادي الزمالك في مباراة احنا ما نعتبرهاش مباراة، كل جمهور الكرة المصرية مباراة الأهلي والزمالك كانوا منتظرينها بشكل كبير. للأسف شفنا مباراة سيئة جدا جدا بسبب الاحوال الجويه وبسبب عدم الاستعداد الكافي لاستضافه هذه المباراه من قبل ملعب الجيش ببرج العرب بعد تاكيدات المسؤولين ان الملعب لائق، لكن حتى لو كده الامطار اكيد اثرت شويه على الملعب، لكن كان لازم يبقى فيه
حذر من هذه الامطار، خصوصا ان انت بتتواصل مع مسؤولين على الارصاد الجويه ويقولوا لك الفتره دي هل الملعب هيكون لائق خصوصا في ظل الاجواء المناخيه لاستضافه مباراه الاهلي والزمالك ولا لا. واعتقد كل التوقعات وكل الناس كانوا بيقولوا ان صعب جدا مباراه تقام في هذا التوقيت على استاد الجيش في برج العرب، لدرجه ان البعض قال ان ممكن المباراه تتنقل لملعب حرس الحدود. للاسف الشديد ما حصلش الكلام ده، وادى ان احنا شفنا اسوأ مباراه اعتقد في تاريخ الاهلي والزمالك، مباراه قمه اسوأ واحده ممكن تتفرج عليها. يعني رغم التوقعات الكبيره ورغم ان كل الناس كانت منتظره الاهلي بامكانياته الكبيره دي والزمالك بامكانياته الكبيره دي، خصوصا في ظل المنافسه الكبيره ما بينهم لاول مره من سنوات عديده، يعني كان دايما الاهلي بيبقى فارق، دايما الاهلي بيلعب مباراه القمه هو فارق عن الزمالك بنقاط كثيره، وممكن في بعض الاحيان كان بيكون حسب بطوله الدوري، لكن المره دي كل كان عشمان ان هو يشوف مباراه كبيره. بالنسبه لمباراه الاهلي والزمالك كان في تعنيف، ودي معلومه مؤكده انا بقولها لحضراتكم، محدش يعني يمكن اتكلم فيها كتير، كان في تعنيف من قبل وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي لبعض اعضاء اتحاد الكره، وبالتحديد اثنين مسؤولين بارزين في اتحاد الكره المصري، بسبب المظهر اللي ظهرت من خلاله مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك. التعنيف كان عن طريق الهاتف بالتحديد، واتكلم بشكل يعني حازم معاهم شويه مع المسؤولين في اتحاد الكوره، وقال لهم ان ده مش منظر او دي مش منظر مباراه لفرقتين كبار، كل العالم او معظم الجماهير العربيه والافريقيه بتتابع مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك، مش ده منظر خالص للكره المصريه قبل استضافه بطوله كبيره زي بطوله الامم الافريقيه. لكن ما علينا، مباراة وخلصت وعدت وتعدل الاهلي والزمالك 0-0. الاهلي دخل على مباراة الاتحاد بعد يومين ثلاثة على طول ضغط المباريات خلال الفترة دي، بالتالي كان وارد جدا وطبيعي جدا يكون في ضغط مباريات خصوصا قبل بطولة الامم الافريقية، فطبيعي جدا كمان مستر لاسارتي ان هو يعمل بعض التعديلات والتغييرات في التشكيل، وده اللي حصل في مباراة الاتحاد. الاهلي او مستر لاسارتي بالتحديد غير 7 لاعبين مرة واحدة في هذه المباراة، واعتقد ان هي كانت مجازفة، لكن الحمد لله المباراه عدت على خير وقدر النادي الاهلي ان هو يفوز بنتيجه 2-0. حتى المجازفه دي مطلوبه لان انت عندك شهر طويل جدا مليء بالمباريات المصريه والحاسمه سواء افريقيا او محليا، فطبيعي جدا ان انت تحاول تشرك اكبر كم ممكن من اللاعبين عشان وقت ما تحتاجهم تلاقيهم بالشكل اللي انت منتظره، فبالتالي هيساهموا في فوز الفريق، وده اعتقد اللي بيعمله النادي الاهلي والجهاز الفني بقياده مستر لاسارتي، واللي هيلاقي النتيجه بتاعته لاحقا مع توالي المباريات، واكيد فكر جيد جدا. الاداء ما كانش حلو خالص، سيبك من مباراه الزمالك خلاص اتكلمنا عنها لان الظروف كلها ما كانتش مساعده، لا الاهلي والزمالك لعبوا حلو خالص، ولا كانت فرص ده اكبر ولا كانت فرص ده اكبر خلال ال 90 دقيقه ان هو يفوز خالص يعني. لكن مباراه الاتحاد الاهلي الاداء ما كانش جيد في الحقيقه، لكن تعالى اتكلم كده اقول الاداء اهم ولا النتيجه في الفتره دي في ظل ان كل يومين ثلاثه ماتش؟ لا طبعا النتيجه اهم، الاداء مش ما حدش هيفتكر الاداء خالص، الاهلي لعب حلو ولا وحش، اللي هتفتكره دايما الجماهير هو الفوز، وخصوصا ان انت بتنافس، الاهم بالنسبه لك الفوز بالبطوله في الاخر، تمام؟ فطبيعي جدا ان انت تتغاضى عن الاداء، مش مهم خالص، المهم ان انت تكسب المباريات وتحقق النتائج الايجابيه اللي تساعدك في الفوز بالبطولات. عندنا بطولتين مهمين جدا سواء بطوله الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا، وخلاص بطوله الدوري تم غلق صفحتها مؤقتا وتم فتح ملف الافريقي الخاص بمباراه سان داونز، بالتالي استعدادات قويه جدا بالنسبه للنادي الاهلي لهذه المباراه. فان شاء الله النهارده خلال الحلقه هنكون عندنا كلام كتير بالتحديد عن مباراه الاهلي وسان داونز، وكل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في هذه المباراه، مباراه الذهاب بالتحديد، ان شاء الله النادي يحقق نتيجه ايجابيه تساعده وتدي له اريحيه نوعا ما قبل مباراه الاياب ان شاء الله باذن الله. لسه مش عارفين هتقام على انهي ملعب، لكن الاهم ان انت في مجموع المباراتين تقدر تتخطى عقبه قويه جدا زي فريق سان داونز وتتاهل للادوار المقبله. مش بس كده، الأهم بالنسبة لك إن أنت ترجع البطولة دي دولاب بطولات النادي الأهلي بعد أكثر من 5 مواسم، شيء غير معتاد بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي. التركيز كبير جدا على البطولة دي وكمان بطولة الدوري العام، لكن إحنا دلوقتي نتكلم في بطولة دوري أبطال أفريقيا عشان المباراة خلاص بعد بكرة في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة. كل توفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة. طيب خلينا نبتدي حلقتنا النهاردة ونروح نشوف أهم وأبرز العناوين. الأهلي يخوض مرانه الأول بجنوب أفريقيا استعدادا لسان داونز.
سفير مصر بجنوب افريقيا اطمئن على بعثه الاهلي. مدرب سان داونز: نحن اولاد صغار مقارنه بالاهلي العملاق. الاهلي والمقص على ملعب بيترو سبورت الاربعاء المقبل. اليوم يد الاهلي تسعى للتتويج بالسوبر الافريقي. مصر تحتل المركز 57 عالميا والثامن افريقيا في تصنيف فيفا. تريزيجيه يكتسح تصويت فرانس فوتبول لافضل لاعب افريقي. طيب، في الحقيقه كلها عناوين مهمه جدا، سواء فيما يخص النادي الاهلي وايضا فيما يخص الكره المصريه بشكل عام، وكمان بعض الاخبار الخاصه بمحترفينا في الخارج. لكن الاهم كمان النهارده الساعه 8 بالليل ان شاء الله باذن الله، النهارده هتكون مباراه الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي كره اليد. مباراه طبعا هتكون مهمه وصعبه جدا، هيفوز ان شاء الله باذن الله بهذه المباراه، ونتمنى بكل تاكيد النادي الاهلي يكون موفق فيها، هيتاهل مباشره لكاس العالم للانديه لكره اليد رجال، واللي هتقام في المملكه العربيه السعوديه. المباراه بتقام فين؟ بتقام في مدينه وجده بالمغرب. بعديها على طول طبعا الفريق هيخش في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه. بالتالي ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، ويقدر يفوز بهذا اللقب اللي يأهله ان شاء الله لكاس العالم للانديه لكره اليد رجال. طيب، خلينا نروح نشوف اهم العناوين وكل ما كتب عن النادي الاهلي في صحف النهارده. الاخبار: سعادة ممزوجة بالقلق في الأهلي بعد عبور محطة سيد البلد. بطل مصر يركز سان داونز ولا سارتي يكشف أسباب اللجوء للتدوير. الأخبار المسائي: الأهلي يغلق ملف الدوري، الفريق يصل بريتوريا بعد رحلة طويلة ويؤدي مرانه الأول اليوم. الأهرام: الشحات يدفع 50,000 جنيه نتيجة غضبه، ولا سارتي يكتفي بالعقوبة المالية. الأهلي يخوض مرانه الرئيسي اليوم في بريتوريا استعدادا لمواجهة سان داونز. الدستور: الأهلي يحشد 21 لاعبا لمواجهة سان داونز بدوري الأبطال. الوفد: الأهلي يفاوض الأمن لنقل مواجهة سان داونز للجبل الأخضر. دي اهم العناوين اللي اتكتبت على النادي الاهلي في الصحف النهارده، لكن اهم حاجه عايزين نتكلم فيها وبالتحديد من جريده الاهرام، وهو بخصوص اللاعب حسين الشحات نجم النادي الاهلي. هذا اللاعب الهام جدا، وبيتكلموا فيه عن الغرامه اللي تم توقيعها على اللاعب بعد اعتراضه اثر الخروج في الشوط الثاني من مباراه الاتحاد السكندري. وشفنا اللقطه، بصراحه اللقطه مش حلوه خالص من حسين الشحات، لكن مش معنى كده يا جماعه ان احنا نذبح اللاعب ونقول لا ازاي يعمل كده وما ينفعش وكلام من ده. الكلام ده في اوروبا بيحصل كتير جدا. لما بتحصل الموضوع ده او بيحصل الموضوع ده بيبقى فيه عقوبه ماليه ليس الا، بعد كده المدير الفني بيشوف مدى احتياج اللاعب فنيا، فبالتالي بيشركه او ما بيشركوش، دي حاجه بترجع للمدير الفني. لكن ده مش معناه خالص ان حسين الشحات متضايق، وكلام كتير بقى ناس كتير قالت لك ده حسين الشحات عايز يرجع الامارات تاني، وابتدى يكلم الوكلاء وحاجات كده يعني لا تصدق، يعني حاجات غير منطقيه بالمره. لكن مش معنى ان هو غلط، طبعا غلط وكل حاجه، بياخد عقوبه نتيجه الغلط بتاعه على نفس حجم الغلط اللي ارتكبه، لكن مش معنى كده ان خلاص اللاعب ده خارج حسابات الجهاز الفني، لاعب مش هيكون مفيد للنادي الاهلي. خلينا نقول ان حسين الشحات بيمر بفتره يمكن صعبه جدا بسبب الضغوط الكبيره، عارفين ان هو اغلى لعيب في تاريخ الكره المصريه، اكتر لاعب اتدفع فيه فلوس عشان يلعب في الدوري المصري هو حسين الشحات كلاعب مصري طبعا يعني. فبالتالي طبيعي ان هو لما يجي يبقى عليه ضغوط كبيره جدا، بيكون في مطالبه من الجماهير ان انت واحد جاي بفلوس كتير فلازم نشوف مستوى رائع منك على طول. لا، ده كلام غير منطقي خالص. اللاعب موجود في النادي الاهلي هو بقاله شهرين تقريبا او شهرين ونص، ولعب حوالي 15 16 مباراه، ساهم في بعض الاهداف واحرز بعض الاهداف. ممكن يكون مش ده حسين الشحات اللي منتظره كل جمهور النادي الاهلي، لكن او كل جماهير النادي الاهلي، لكن مع الوقت وتوالي المباريات والانسجام اللي ان شاء الله مع الوقت هيكون ما بينه وما بين لاعبي النادي الاهلي، هنشوف المستوى الرائع بالنسبه لحسين الشحات. يعني ناس كتير بتتكلم على اللقطه دي، وامبارح كان في لقطه كمان لكهربا مع نادي الزمالك ايضا لقطه كانت ملفته. لكن اللاعب لما بيزعل يا جماعه
او بيعترض على تغييره، ده بيبقى ناتج عن ايه؟ بيبقى ناتج ان هو يعني غيران على فرقته، غيران على مستواه كمان، حاسس ان هو هيبقى افضل في الدقائق المقبله، عايز يلعب، عايز يثبت وجوده، كل حاجه كل الحاجات دي بتبقى طبيعيه جدا، وخصوصا لما اللعيبه يكون عندهم بعض الضغوط اللي ممكن يكونوا بيتعرضوا لها شويه نتيجه تواجدهم في انديه كبيره سواء بحجم النادي الاهلي او حجم نادي الزمالك. فبالتالي يعني موضوع وخلص خلاص، مش عايزين نتكلم فيه. حسين الشحات مركز كل التركيز ومع البعثه طبعا في جنوب افريقيا، وان شاء الله يكون احد العناصر الاساسيه في تأهل النادي الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. هذه البطولة الهامة جدا، عندنا في الحقيقة عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين المتواجدين في النادي الأهلي خلال هذه الفترة، وقادرين بشكل كبير جدا على حصد البطولتين سواء بطولة الدوري أو بطولة دوري أبطال أفريقيا. طيب الخبر الثاني اللي عايز أعلق عليه وهو خاص بجريدة الوفد، واللي بتتكلم عن مباراة الأهلي وصن داونز اللي هي مباراة الإياب بالتحديد، واللي في كلام كتير على الملعب اللي هيستضيف هذه المباراة حتى الآن. وزي ما احنا عارفين الاتحاد الافريقي كان بعت جواب للاتحاد المصري وقال لهم يا جماعه مش هينفع المباريات الافريقيه سواء للاهلي او للزمالك سواء بطوله دوري ابطال افريقيا الكونفدراليه، المباراه تتلعب على استاد الجيش ببرج العرب، وده بسبب المظهر السيء لهذا الملعب وكمان طبعا ارضيه الملعب، وده الاساس بالنسبه للاعبين. فالاتحاد الافريقي طلب ان المباراه تتنقل، بعد كده الموضوع سكت شويه، بعد كده عاد الاتحاد الافريقي علشان يعلن المباراه هتكون في استاد الجيش بالسويس، مباراه الاهلي وصن داونز. النادي الاهلي عايز او طبقا يعني لمصادرنا في النادي الاهلي اولا، ان النادي الاهلي عايز يلعب يا اما في استاد المقاولين العرب يا اما في استاد برج العرب بشكل طبيعي، مش عايز يلعب في ملعب الجيش بالسويس، وخصوصا ان اللاعبين متعودين شويه على استاد برج العرب، وكمان خصوصا ان خلال الايام دي لحد موعد مباراه العوده امام صن داونز هيكون الملعب اتحسن بشكل كبير جدا، لان مش هتلعب عليه اي مباريات خلال الفتره القادمه او خلال ال 12 يوم بالتحديد اللي جايين او ال 10 11 يوم اللي جايين. فبالتالي كان المنتظر او من المنتظر ان الملعب يظهر بشكل افضل خلال مباراه الاياب امام صن داونز، لكن مصادرنا في الكاف بيقولوا ان حتى هذه اللحظه طبقا لما هم اعلنوه ان المباراه هتكون في استاد الجيش بالسويس. هيبقى في مفاوضات كتير خلال الفتره اللي جايه سواء مع الامن، الاتحاد الافريقي، نادي الاهلي، اتحاد الكره، لمعرفه الملعب اللي هيستضيف مباراه الاياب ما بين الاهلي وصن داونز، اللي نتمناها ان شاء الله تكون مباراه جيده ويكون النادي الاهلي بيشارك في هذه المباراه وهو مرتاح شويه بعد باذن الله نتيجه ايجابيه تكون بعد غد في جنوب افريقيا امام فريق قوي زي فريق صن داونز الجنوب افريقي. فكل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي وايا كان الملعب اللي هتقام عليه هذه المباراه، اكيد تواجد الجمهور الاهلاوي في مباراه الاياب امام صن داونز هيكون ليه مفعول السحر وهيكون العامل الاساسي في فوز النادي الاهلي وتاهله ان شاء الله باذن الله لدور نصف النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا. طيب يعني دي ابرز الاخبار اللي اتكتبت في الصحف النهارده، خلينا نروح نشوف اللي اتكتب عن النادي الاهلي في المواقع، يلا بينا. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: الاهلي مكتمل الصفوف قبل مواجهه صن داونز. الوطن سبورت: الاهلي اشغال شقه في جنوب افريقيا لمطارده احلام صن داونز. الشروق: سفير مصر بجنوب افريقيا اطمئن على بعثه الاهلي في مقر اقامتها. اليوم السابع: معلول يتحدث عن هدفه القاتل في الاتحاد وروح الاهلي واللعب كل ثلاث ايام. البوابه سبورت: هاني: نواجه صن داونز بدوافع الفوز ونسعى لتحقيق اهدافنا في ابريل الحاسم. فيتو: ناصر ماهر: نتطلع لصناعه تاريخ مع الاهلي ولن نتنازل عن الدوري وافريقيا. في الجول: مدرب صن داونز: نحن اولاد صغار مقارنه بالاهلي العملاق، الاحمر اكبر من الترجي والوداد. يلا كوره: مران المستبعدين في الاهلي، اكرامي يشارك وهشام يبدا الجري. الوفد: الاهلي في مواجهه الزمالك على لقب كاس السوبر الافريقي لليد. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: عبد الله عبد السلام: نسعى لتكرار الثلاثيه التاريخيه.
طيب زي ما قريت مع حضراتكم كل العناوين اللي اتكتبت في المواقع النهارده وبالتحديد فيما يخص النادي الاهلي وابرز واهم هذه الاخبار على المواقع. نبتدي بالموقع الرسمي للنادي الاهلي واللي بيتكلم على ان الاهلي مكتمل الصفوف في مواجهه فريق سان داونز. احنا عارفين النادي الاهلي كان بيفقد بعض العناصر خلال الفتره اللي فاتت، سواء طبعا ابرزهم حمدي فتحي لاعب خط الوسط بالنادي الاهلي، هذا اللاعب المميز والمؤثر بشكل كبير جدا، وفي العناصر اللي ما كانوش متواجدين، لكن اعتقد حمدي فتحي متواجد خلاص بشكل رسمي مع الفريق في جنوب افريقيا. طب خليني اقول لكم ان اللقطات دي حيه دلوقتي من التدريبات او استعدادات الفريق للمباراه المقبله واستعدادهم للتدريب اللي هيكون خلال لحظات. طبعا ادينا شايفين حسين الشحات لاعب في الحقيقه خلوق ومؤدب جدا واهلاوي قوي قوي يعني، وكل الدلائل بتقول كده يعني، الراجل ضحى بحاجات كتير جدا عشان يكون متواجد في النادي الاهلي. كل اللاعبين متواجدين، كمان علي معلول احد النجوم الكبار في فريق النادي الاهلي خلال الفتره دي، اللي بيأثر بشكل كبير جدا في مسيره النادي الاهلي سواء في بطوله الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا. المهم كنا بنتكلم على اللاعبين المتواجدين مع النادي الاهلي في رحله جوهانسبرج، وكلهم خلاص او الجهاز الفني بكادر مستر لاسارتي اختار 21 لاعب كلهم متاحين وجاهزين بشكل كبير جدا للمباراه، بالتالي من هنا النادي الاهلي مكتمل الصفوف في المباراه دي. ومهمه قوي بعد فتره كانت كبيره مليئه بالاصابات العديده بالنسبه للنادي الاهلي، وللاسف كان في ناس تقعد تقول لك مستشفى الاهلي، يعني المصطلح ده كان بيغيظني جدا، المصطلح بيضايقني قوي. الاهلي يا جماعه ده نادي مش مستشفى، اي حد يقول مستشفى الاهلي ده يعني عيب جدا لما تقول عن النادي الاهلي مستشفى، عشان عدد او كم كبير حتى من الاصابات، حتى لو اللعيبه كلها مصابين ما ينفعش نقول عن النادي الاهلي ان هو مستشفى الاهلي، لا طبعا النادي الاهلي ده نادي كبير جدا وهو اسمه النادي بس، النادي الاهلي مش مستشفى الاهلي، فالمصطلح ده عايزين نلغيه شويه يعني، لكل الاهلاويه المفروض ما يقولوش هذا المصطلح اطلاقا حتى لو عندك اصابات كتير. لكن المهم ان الفتره دي النادي الاهلي بيستعيد عدد كبير جدا من العناصر المميزه اللي ان شاء الله باذن الله هتكون اضافه لي سواء في بطوله الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا، وكمان دي ميزه بالنسبه للجهاز الفني خصوصا في ظل توالي المباريات بالتحديد في هذا الشهر الحاسم جدا اللي فيه حوالي 7-8 ماتشات جامدين قوي قوي يعني. فالجهاز الفني هيحتاج لعمليه الروتيشن واللي شفناها ابتدت في مباراه الاتحاد، والحمد لله النادي الاهلي قدر يفوز بهذه المباراه، فانت بالتالي بتجهز اكبر كم ممكن من اللاعبين عشان لما تحتاجهم يكونوا جاهزين فنيا بشكل كويس، ويكون رجليهم يعني بمعنى اصح يعني رجليهم في الملعب، فبالتالي تلاقي منهم الاداء اللي انت منتظره، وده او دي حاجه مميزه ومهمه جدا بالنسبه للجهاز الفني، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يجني ثمار هذه العمليه التدويريه في اللاعبين اللي ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يستغلها ويستفاد منها، خصوصا في ظل تواجد عدد كبير من اللاعبين المميزين في صفوف الفريق. طبعا القائمه الافريقيه احنا عارفين القائمه الافريقيه محدده ببعض اللاعبين، في بعض اللاعبين مش مقيدين افريقيا، فبالتالي عمليه التدوير هتكون اكتر في بطوله الدوري العام زي ما شفنا في مباراه الاتحاد السكندري. من هنا مهم جدا ان النادي الاهلي يكون مكتمل الصفوف خلال الفتره دي، وان شاء الله ربنا يستر على اي لعيب من الاصابات. طيب اليوم السابع بتتكلم على تصريحات علي معلول النهارده، علي معلول كان ليه تصريحات في الموقع الرسمي للنادي الاهلي، واعتقد ليه تصريحات كمان في قناه النادي الاهلي، تصريحات كانت مهمه جدا في طريقهم وهم رايحين لجنوب افريقيا عشان يخوضوا مباراه سان داونز، واتكلم عن الهدف القاتل اللي احرزه في مرمى الاتحاد وروح النادي الاهلي واللعب كل ثلاث ايام. فبالتالي يعني بصراحه خلينا نتكلم كده، احد العناصر المؤثره بشكل كبير قوي 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 علي معلول، اعتقد يا جماعه ده احسن باك ليفت في افريقيا مش مبالغه، لما تيجي تدور كده على حد يكون بمواصفات علي معلول بمهارات علي معلول باتقانه في العرضيات مش هتلاقي، صعب شويه. كان عندنا زمان في النادي الاهلي كان عندنا جيلبرتو طبعا محدش يقدر ينساه، كان باك ليفت عالمي، سيد معوض بصراحه طبعا كان نجم كبير جدا في هذا المركز، قبلهم كمان كان محمد عبد الوهاب الله يرحمه، لكن في الفتره دي اعتقد كده لما تيجي تدور في اي فرقه في افريقيا مش هتلاقي باك ليفت بمواصفات وقدرات علي معلول، فبالتالي الراجل في الحقيقه عامل موسم حتى الان اكثر من رائع، وكمان الهدف اللي احرزه في مباراه الاتحاد السكندري هدف يعني كان كويس جدا وكان مهم جدا ان هو يجي، لان المباراه لو كانت انتهت تعادل كان الامور هتبقى يعني تضايق شويه الجماهير خلاص يعني مستعده للتتويج ببطوله الدوري ان شاء الله باذن الله، خصوصا طبعا في ظل المنافسه القويه مع نادي الزمالك، لسه طبعا بدري على المباريات حوالي 10-11 ماتش لسه لكل فريق
فبالتالي لسه بادئ على حسم البطوله يعني. ونادي الزمالك نادي كبير طبعا، ونادي لديه الامكانيات الكافيه هذا الموسم للمنافسه بكل قوه على اللقب، وده اللي احنا بنشوفه طبعا في الموسم ده. لكن قبل كده الزمالك ما كانش موجود خالص في المنافسه، وكان الاهلي بيحسم الدوري قبلها بست سبع اسابيع او اقل كمان عادي يعني. لكن المره دي ان شاء الله الدوري هيكون ليه طعم اخر باذن الله، باذن الله لما النادي الاهلي يفوز بيه. تمام. كمان تصريحات علي معلول كان بيتكلم على ان الهدف القاتل في الاتحاد السكندري ده بالنسبه له من اغلى الاهداف اللي هو احرزها مع النادي الاهلي، خصوصا ان هو كان من لعبه متحركه. احنا عارفين بعض الاهداف اللي احرزها علي معلول كانت مع النادي الاهلي بالتحديد كانت من ضربات جزاء، وخصوصا ان هو مميز في ضربات الجزاء. كمان اتكلم على روح النادي الاهلي وان الفريق كله عنده روح كبيره جدا في اهميه الفوز، وده دي يعني ميزه من مميزات النادي الاهلي على مدار التاريخ. دايما بيبقى عنده الروح اللي بتقدر تقوده في الملعب للفوز بالمباريات حتى لو في الثواني الاخيره، زي ما شفنا كده في مباراه الاتحاد، مش بس مباراه الاتحاد في الحقيقه، مباريات عديده على مدار التاريخ النادي الاهلي حسمها في فيما بعد ال 90 كمان في الوقت الضائع. فدي من الاشياء المهمه. كمان اتكلم علي معلول على ان كل ثلاث مباريات ده خلاص شيء احنا تعودنا عليه، خصوصا ان انت بتلعب في نادي كبير بحجم النادي الاهلي. دي طبعا تصريحات علي معلول يعني. فنادي بينافس على كل البطولات ومطالب انه يفوز بكل البطولات مش بس ينافس عليها، فاحنا خلاص مهيئين نفسنا جيدا جدا للعب كل ثلاث ايام مباراه سواء في بطوله الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا. تصريحات اعتقد مميزه جدا من علي معلول، وتبين مدى ادراكه باهميه المرحله بالنسبه للنادي الاهلي واهميه البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي خلال الفتره دي، البطولتين طبعا الاهم، بطوله الدوري وبطوله دوري ابطال افريقيا. كمان تصريحات اخرى لمحمد هاني، وده من البوابه سبورت. وقال محمد هاني طبعا لعيب مميز قوي في الحقيقه، والموسم ده كمان يعني عنده نضج كبير جدا محمد هاني يعني، واعتقد هيبقى احد العناصر الاساسيه مش بس في النادي الاهلي زي ما هو اساسي الفتره دي، لا كمان في المنتخب الوطني ان شاء الله في بطوله الامم الافريقيه. قال ان احنا بنواجه صن داونز بدوافع الفوز ونسعى لتحقيق اهدافنا في ابريل الحاسم، وهو بيتكلم طبعا عن هذا الشهر اللي مليء بالمباريات الحاسمه في الدوري وفي دوري ابطال افريقيا. فقال ان احنا مركزين بشكل كبير جدا في ضروره الفوز في المباريات وتحقيق الاهداف بشكل عام ان شاء الله عشان نسعد كل جمهور النادي الاهلي. دي كانت تصريحات محمد هاني احد نجوم النادي الاهلي خلال هذه الفتره، ونتمنى له كل الاستمراريه في هذا التالق. كمان عندنا احمد فتحي في هذا المركز، وفي الحقيقه بعد عودته من فتره كبيره جدا قدر ان هو يؤدي بشكل جيد جدا في مباراه الاتحاد السكندري. فبالتالي النادي الاهلي يعني في الحقيقه عنده في كل مركز 2-3 لاعبين مميزين جدا ان شاء الله، وده اللي احنا محتاجينه خلال الفتره اللي جايه. طيب خلينا بقى نروح للتصريح المهم ده والخادع من المدير الفني لفريق صن داونز بيتسو موسوماني، هذا المدرب المميز في الحقيقه واللي قدر ان هو اعتقد كان متواجد في التتويج 2016 لما لعبوا نادي الزمالك في نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا وقدروا ان هم يفوزوا بالبطوله. وكان ليه تصريحات في موقع كيك اوف، وطبعا نقلته او نقلوا موقع في الجول، وقال ان احنا اولاد صغار مقارنه بالنادي الاهلي العملاق في افريقيا، وقال ان النادي الاهلي اكبر من الوداد والترجي. طيب موضوع النادي الاهلي اكبر من الوداد والترجي، هو النادي الاهلي اكبر فريق في افريقيا طبعا، مع كل احترامنا وتقديرنا الكامل لكل الفرق الافريقيه سواء الترجي الوداد كل هذه الفرق القويه المتواجده في القاره السمراء، وده بحكم الالقاب العديده. النادي الاهلي نادي القرن، وكمان في القرن الجديد النادي الاهلي هو المتصدر سواء بعدد النقاط او حتى كمان عدد الالقاب في البطولات الافريقيه. لكن التصريح ده هو تصريح نفسي شويه، بيحاول يشيل الضغوط عن لاعبي فريقه فريق صن داونز، فبالتالي مش عايز، هو عايز يقول ان مفيش مقارنه ما بين الفرقتين. يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ لا طبعا كلام غير منطقي. فريق صن داونز فريق كبير جدا، فريق فاز ببطولات افريقيه، عنده عناصر مميزه جدا، بيمتاز بالسرعات والمهارات العاليه جدا جدا كمان، فبالتالي هتبقى مباراه صعبه قوي على الفرقتين. كلها تصريحات بتبقى طبيعيه جدا قبل اي مباريات قويه وديربي افريقي ما بين الاهلي وصن داونز. طب حلو قوي، خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز
المتألق كريم أحمد مراسل قناة الأهلي والمصاحب لبعثة الفريق في جنوب أفريقيا عشان لنا كل الكواليس الخاصة بالنادي الأهلي هناك في بريتوريا واستعداده لهذه المباراة الهامة جدا أمام صن داونز. يا كريم مساء الفل عليك، وطمنا على استعدادات الفريق النادي الأهلي لمباراة صن داونز بعد بكرة، الأجواء ماشية إزاي؟ عايزين نطمن من خلالك ونطمن كل جمهور النادي الأهلي في كل ما يخص الفريق هناك في جنوب أفريقيا. اتفضل يا كريم. كل التحية ليك زميلي أمير، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي. بعتذر في البداية طبعا الصوت صعب شوية، عندي نزل برد كده سريع، لكن كالعادة لازم ندعى كل الجمهور من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، المتابعات المستمرة لبطولة الدوري العام للبطولة الأفريقية، بنحط كل الجمهور في كل الأجواء. مباراة مهمة ومباراة مرتقبة كالعادة، النادي الأهلي وصن داونز بطل جنوب أفريقيا السبت في تمام الساعة 3 عصرا. لو بننقل للأخبار وبنتكلم على الاستعدادات الخاصة، من انطلاقنا من القاهرة رحلة الطيران اللي استغرقت 8 ساعات بها الطائرة، ومنذ وصولنا أو مجرد وصولنا إلى مطار جنوب أفريقيا 40 دقيقة إلى فندق الإقامة، نقدر نقول 9 ساعات أو 9 ساعات ونصف، يمكن نقدر نقول رحلة شقة، لكن في نفس الوقت قرار رائع ومميز. وتحية كبيرة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على توفير طائرة خاصة لهذه الرحلة أو لهذه المباراة. دور الثمانية بيختلف بشكل كبير، أكيد طبعا راحة اللعيبة من أهم الأشياء نظرا لمباراة الاتحاد السكندري ومكوس اللاعبين في الاسكندريه، ومن قبلها مباراه الاهلي والزمالك، يعني امور عديده جدا وصعوبات والتحامات لتلاحم كبير جدا للمباريات. لكن بشكل عام زي ما بناكد يا امير وبنقول الكل على قلب الرجل الواحد، لعيبه النادي الاهلي في حاله تركيز شديد، البطوله الافريقيه لها حسابات فنيه مختلفه، حسابات ايضا كمان لدى لاعبي النادي الاهلي مختلفه بشكل كبير. ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جيده للنادي الاهلي من دور الثمانيه خطوه بخطوه باذن الله، كالعاده يصل النادي الاهلي للمباراه النهائيه ومنها يحصل على البطوله الافريقيه، الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي. في هذه اللحظات زميلي امير يمكن التدريب للنادي الاهلي الاول على الملعب الخاص طبعا، ملعب جامعه تسواني للتكنولوجيا، ده التدريب الاول لفريق النادي الاهلي. يمكن النجيله طيبه، الملاعب هنا يعني جيده بشكل كبير جدا، سواء ملعب المباراه او الملاعب الخاصه في جنوب افريقيا. النهارده ان شاء الله تكون جرعه تدريبيه لفريق النادي الاهلي. الكل طبعا عقب الوصول كان طبعا خلد للنوم لغرف العاده، طبعا لعيبه النادي الاهلي رحله طويله او عدد الساعات الطويل بيكون لعيبه مرهقه بشكل كبير، لكن الحمد لله صباحا كان في فري للعيبه النادي الاهلي. الغداء كان في تمام الساعه 2 ظهرا، ومنها مباشره 30 او 35 دقيقه وصلنا الى ملعب الجامعه اللي بيستقبل التدريب الاول لفريق النادي الاهلي. معلومه مهمه جدا كمان يا امير حابين نتكلم عليها، هو ملعب المباراه. يمكن ناس كتير او بعض المواقع كتبت ان ملعب المباراه مش هيكون الملعب اللي انا هقول اسمه دلوقتي، لان ده امر مهم جدا الناس بتحاول طبعا تجتهد بشكل كبير، لكن احنا في ارض الواقع نقول لك طبعا الملعب هو ملعب لوكاس موريبي. الملعب ده بيتسع الى 29000 مشجع، لكن السكيورتي او الامن المتواجد بيفضل ان هو يكون متواجد 25000 مشجع فقط، لغير حفاظا طبعا على سلامه الجميع. ملعب مميز جدا، ارضيه الملعب مميزه جدا، كان الاول الملعب طبعا اللي يستقبل المباراه الاولى اللي كان على المواقع 51000 او 52000، لا الامر مختلف بشكل كبير. لكن الاحتفاليه اللي موجوده هنا كمان عايز اكلمك عليها، وهي التعليمات هنا او الجمهور اللي داخل ليه المباراه، الجمهور اللي هيبقى لابس تيشيرت صن داونز هيدخل بدون رسوم وبدون اي تذاكر. ايضا كمان نقطه اخرى، هو التذكره كانت ب 100 رند طبعا هي العمله الخاصه هنا بجنوب افريقيا، لكن وصلت الى 20 رند، ده واضح ان هم عايزين يعملوا حشد كبير جدا للجمهور للمؤازره فريق صن داونز، وايضا كمان لقيمه النادي الاهلي الكبيره وخطواته الثابته في البطوله الافريقيه. 21 لاعب في القائمه، الكل على كافه الاستعداد، ان شاء الله باذن الله تكون المباراة مهيئة للظروف المناخية هنا رائعة جدا، يعني نقدر نقول للطقس ما فيش رطوبة عالية. توقيت المباراة هيكون الساعة 3 عصرا، تغيير طبعا الميعاد وتغيير اليوم كان أمر مهم جدا، بدل يوم 5 كان يبقى يوم 6، وبدل أيضا كمان الساعة 6 المباراة تنطلق في تمام الساعة 3 عصرا، ما فيش رطوبة، الجو مقبول جدا بالنسبة لمباراة كرة قدم كبيرة مثل مباراة النادي الأهلي وصن داونز بطل جنوب أفريقيا. نقطة كمان مهمة طبعا، وهي رئيس البعثة الأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق اللي متواجد معانا لحظة بلحظة، كل الصعوبات وكل التنسيق الخاص مع السفاره مع الكابتن سمير عدلي، الاقامه والتنقلات ملعب المباراه، حاجات مهمه جدا يا امير بنتكلم عليها اكتر من مره، لان الحاجات دي بتساعد بشكل كبير لاعبي النادي الاهلي يبقى تركيزهم فقط في الملعب، الامور الخارجيه دي بيتركها للكابتن سيد وكل الطاقم الاداري الخاص بالنادي الاهلي. كالعاده امير هنكون مستمرين معاكم مع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي لحظه بلحظه، نقول لكم كل الكواليس وكمان تدريب النادي الاهلي الاول يكون معاكم بشكل حصري على شاشه قناه النادي الاهلي، وغدا ايضا كمان يكون التدريب
التدريب الرئيسي والاخير لفريق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله مباراه موفقه، نعود من هنا المباراه الاولى والمباراه الثانيه ان شاء الله مجموعه المباراتين يكونوا من نصيب النادي الاهلي. عوده ليك زميلي امير. طيب كريم، سريعا عايز اسالك بس عن التغطيه الاعلاميه او الاهتمام الاعلامي في جنوب افريقيا الخاص بهذه المباراه. معانا كريم يا جماعه ولا ايه؟ فصل. طيب خلاص ماشي، كنا عايزين نسال كريم اكثر من سؤال هام جدا نطمن من خلاله بشكل اكبر، لكن هو في الحقيقه قال لنا كل ما يخص فريق النادي الاهلي. كنت عايز اتكلم على الجوانب الاعلاميه والاهتمام الاعلامي بهذه المباراه، لكن واضح ان في اهتمام كبير جدا، بدليل ان هو اتكلم كريم طبعا زميلنا العزيز قال ان كل الجماهير اللي هتكون لابسه تيشيرت سان داونز هيخشوا مجانا للمدرجات الخاصه بالملعب اللي هيستضيف هذه المباراه، بالتالي من هنا اكيد واضح الاهتمام الكبير جدا بالنسبه للجماهير واكيد كمان الاعلام، وخصوصا ان هم او النادي الاهلي يعني بقيمته وقدره الكبير في افريقيا بيكون في اهتمام بهذه المباراه في اي مكان في افريقيا، وده شيء طبيعي ومهم جدا. لكن بشكل عام نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، واضح ان الامور ماشيه بشكل جيد جدا زي ما شفنا كده في الخلفيه مع كريم، كان في لاعبين النادي الاهلي بيقوموا بعض التدريبات الإحمائية قبل بداية المران وأول مران بالنسبة للفريق في جنوب أفريقيا، وقبل المران الرئيسي اللي هيكون بكرة إن شاء الله في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة، وهو نفس موعد المباراة إن شاء الله بعد بكرة يوم السبت، ودي اللقطات زي ما بقول لحضراتكم. وواضح الروح المعنوية في الحقيقة على لعيبة النادي الأهلي بعد الفوز الكبير على فريق اتحاد السكندري، هو الفوز حلو بصراحه خصوصا ان هو جه في الاخر، فالفرحه كانت كبيره وكانت ميزه ان هي ترفع من معنويات اللاعبين قبل مباراه سان داونز في دوري ابطال افريقيا. انت ماشي في بطولتين مهمين جدا، ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق فيهم بشكل كبير. دي صوره حيه الان من تدريبات النادي الاهلي في جنوب افريقيا، تحديد في مدينه بريتوريا استعدادا للمباراه. جونيور اجاي كان غايب كمان على مباراه الاتحاد، اعتقد ان بيهزروا معاهم. اعتقد هيكون مهم جدا في مباراه السان داونز، واجواء كلها مبشره، واعتقد اللقطه اللي فاتت دي عقوبه من لعيبه النادي الاهلي بسبب مثلا ان هم بيعملوا لعبه معينه في التدريبات ممكن ما قدرش ان هو يتفوق فيها جونيور اجاي، او زي ما احنا شايفين بيلعبوا الكره كده على الطاير فاللي تقع منه خلاص هو بيتعاقب اكيد يعني بهذه اللقطه الجيده اللي شفناها خلال اللحظات السابقه. اجاي في الحقيقه لعيب مهم جدا، مش اجاي بس، كل لعيبه النادي الاهلي مهمين خلال الفتره دي، وخصوصا ان في ارتفاع في المعدل الفني والبدني بالنسبه لمعظم اللاعبين. شايفين ما شاء الله عمرو السولية لاعب مميز قوي قوي خلال الفتره اللي فاتت، علي معلول ما شاء الله عليه، اجاي، وليد ازار، ومروان محسن كمان، مروان محسن مميز قوي خلال الفتره دي، فان شاء الله كل اللاعبين مهيئين نفسيا وذهنيا وفنيا وبدنيا للفتره الهامه جدا المقبله في مسيره النادي الاهلي في البطولتين اللي بيشارك، وجمهور النادي الاهلي بيطلب البطولتين ان شاء الله باذن الله يكونوا متواجدين في دولاب البطولات بالقلعه الحمراء المليء كالعاده بالبطولات العديده. طيب خلينا نروح لخبر اخر من موقع يلا كوره، واللي بتتكلم عن او بيتكلم عن مران المستبعدين الخاص بفريق النادي الاهلي، اتكلموا بالتحديد عن شريف اكرامي اللي بيشارك في التدريبات. خليني اقول لكم ان شريف اكرامي شارك في جزء من التدريبات بشكل جيد جدا، واعتقد ان هو خلاص يعني بيتعافى بنسبه كبيره جدا من الاصابه اللي كانت عنده في السمانه، كان عنده مزق في السمانه، بالتالي شريف اكرامي احد العناصر المهمه والمميزه جدا في صفوف النادي الاهلي، حتى لو مش بيشارك اساسي لكن لعيب عنده خبرات كبيره جدا بيقدر ينقلها للاعبين، كلامه كمان بيبقى مهم قوي كقائد من الفريق او احد اللاعبين اللي عندهم الخبرات الكبيره واللي عندهم الشخصيه القياديه المميزه جدا شريف اكرامي في الحقيقه، فبالتالي تواجده في حد ذاته مهم جدا سواء كاساسي يعني كبيشارك في المباريات بجانب طبعا محمد الشناوي، اثنين حراس كبار جدا عندهم بما يكفي من الامكانيات اللي تساعد النادي الاهلي في اي مباراه مهمه جدا خلال الفتره دي. كمان كلام كان على هشام محمد وان هو ابتدى خلاص الجري حوالين الملعب، واحنا عارفين ان هشام كان عنده شد في العضله الخلفيه فبالتالي ايضا بيتعافى من هذه الاصابه، وعلى فكره من اللعيبه اللي مقتنع بيهم مستر لاسارتي هشام محمد، مقتنع بيه بشكل كبير، في الحقيقه لاعب مميز ومهم جدا في صفوف فريق النادي الاهلي. بالمناسبه يعني تدريبات المستبعدين النهارده كلها كانت تدريبات مهمه، خصوصا في اطار ان انت بتجهز زي ما قلت لحضراتكم اكبر كم ممكن من اللاعبين خلال الفتره الحاليه عشان
تحسبا للاحتياج لاي احد منهم خلال الفتره المقبله، يعني سواء احمد حمودي، عمرو جمال، باسم علي، احمد علاء، اسلام محارب، وليد سليمان، محمد نجيب، مصطفى شوبير، كل دول شاركوا في التدريبات الخاصه بالمستبعدين النهارده، وان شاء الله نتمنى للجميع كل التوفيق خلال الفتره الجايه. سريعا قبل ما اروح فاصل واستضيف ضيفنا العزيز استاذ ايمن محمد المحلل الفني بموقع يلا كوره، خليني اقول لكم الخبر الخاص بمباراه الاهلي والزمالك النهارده، هذه المواجهه المرتقبه في كاس السوبر لكره اليد رجال واللي هتقام في المغرب. مباراه ان شاء الله هتكون مهمه جدا، زي ما قلت لحضراتكم في البدايه التاهل ليها او الفوز بيها هيأهلك مباشره لكاس العالم للانديه في السعوديه. قائمه فريق اليد في الماتش ده بتضم حوالي 19 لاعب تحت قياده طبعا نيكولا ماركوفيتش المدير الفني للفريق. القائمه بتضم 19 لاعب هم هادي رفعت وايضا محمد عصام الطيار طبعا لاعب مهم جدا، وعبد الرحمن طه، وعمر الوكيل بكار، ومحمود عاصم، ويوسف معروف، ومصطفى خليل، وعمر حجاج، وعبد الرحمن فيصل، واسلام حسن طبعا احد اللاعبين المميزين، وفي الحقيقه كلهم لاعبين جيدين جدا، واحمد خيري، وابو الفتوح احمد حماصه، والكسندر سيماكوف، واحمد حسام، ومحمود فايز، وهادي حميدو، وابراهيم المصري طبعا لاعب منتخب مصر، محمد ابراهيم طبعا لاعب منتخب مصر لاعب مميز جدا، واحمد عبد الرحمن، وطبعا هم دول ال 19 لاعب اللي في قائمة النادي الأهلي لهذه المباراة الهامة والمرتقبة. طبعا هم بيعاقبوا هنا جاي تاني برضو، لأن الواضح إن جاي مش مركز النهاردة في بداية التدريبات أو لسه بيسخن طبعا قبل بداية التدريبات، وروح جيدة ومهمة ومطلوبة جدا، وأدينا شايفين حسين الشحات وعلاقته باللاعبين المميزة، محمود وحيد كمان اللي عاد من الإصابة كان عنده إجهاد عام كده، لكن محمود وحيد كمان لائق للمشاركة في أي مباراة تحسبا لطلب الجهاز الفني بقيادة مستر لاسارتي. الأمور بصراحة كلها ماشية بشكل جيد، نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة سان داونز، وكمان نتمنى كل التوفيق لرجال النادي الأهلي لكرة اليد في مباراة اليوم أمام الزمالك في كأس السوبر الأفريقي إن شاء الله، ونفرح فرحة كبيرة بإذن الله النهاردة في هذه المباراة القوية والصعبة طبعا أمام غريم تقليدي وهو نادي الزمالك واللي عنده طبعا لاعبين مميزين جدا. طيب خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نستضيف ضيفنا العزيز استاذ ايمن محمد المحلل الفني موقع يلا كوره، عشان نتكلم باستفاضه شويه عن مباراه الاهلي وسان داونز وكل المميزات والعيوب بالتحديد في فريق سان داونز، هذا الفريق القوي الجنوب افريقي في انتظار المباراه المرتقبه بعد غد ان شاء الله. استنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل، خلينا اقول لحضراتكم خبر سريع ومهم جدا، وعايزين نبارك طبعا لفريق اسوان صعوده رسميا للدوري الممتاز. النهارده كان عنده مباراه امام فريق النصر التعدين، انتهت بفوز اسوان بنتيجه 2-1، بالشكل ده وبالنتيجه دي اسوان صعد للدوري الممتاز رسميا. كمان طنطا فازت على غزل المحله 1-0 كده ناقصها نقطه وتصعد ايضا للدوري الممتاز، عايزين نبارك لهم، واكيد حاجه تفرح لما يكون فريق زي اسوان في بلد جميله او محافظه جميله جدا كلنا بنحبها وعندهم جماهير كبيره، وكمان فريق زي طنطا يعني دايما بنبقى متعاطفين مع الفرق الجماهيريه او الشعبيه اللي ليها تاريخ كبير في الدوري المصري، فبالتالي بنبارك لهم ونتمنى لهم كل التوفيق. بالتحديد اسوان رسمي طنطا ناقصها نقطه وتصعد من ماتشين، ربنا يوفقهم ان شاء الله. طيب لسه مستمرين معاكم استاذ ايمن محمد المحلل الفني موقع يلا كوره، بنتكلم عن مباراه الاهلي وسان داونز، وبنتكلم على الجانب الفني الخاص والتحليلي الخاص بفريق سان داونز. ايه اللي عايزين نضيفه كمان، وايه النصايح اللي ممكن نوجهها لفريق النادي الاهلي قبل هذه المباراه؟ عايزين برضو نوضح للساده المشاهدين فكره ازاي هم بيتحركوا جوه ارض الملعب. طبعا احنا معانا جرافيك كده يعني يماثل اللي بيحصل تقريبا في الطبيعه عشان خاطر بس الحقوق، فلو استعرضنا الجرافيك الخاص بيه دي فكره الدبل 6 اللي احنا بنتكلم عنها. ثانيه واحده نقف هنا، نقف يا فضل بعدين. لو هنيجي نتكلم ان ليبوزا او ناسيمنتو هو اللي بيحاول يبني اللعب، هنلاقي ان مابوندا ويكي كان الاثنين الارتكاز اللي في عمق الملعب هيتحركوا في جهه معينه. خلينا بس نقف عند نرجع لها تاني. ايوه هنلاقي ان مابوندا ويكي كان بيحاولوا يفضوا المساحه اللي هم فين بالظبط عشان هم الناس تبقى معاهم، اللي هم في الارتكاز في عمق الملعب الاثنين في نص الملعب بالظبط كده، وراحوا في الناحيه الثانيه عشان خاطر سيرينو او مابوي يبتدي ينزل يستلم الكوره. حلو. ولما يجي يستلم الكوره
هم يبتدوا بقى يعملوا عمليه الزياده. انا كده فضيت المساحه، خرجت اللعيبه من عمق الملعب، فانا جيت استلمت المساحه الكره من خط الدفاع لخط الهجوم، وببتدي اعمل الزياده الهجوميه بتاعتي. طبعا بيبقى لافور فاتح في اقصى اطراف الملعب عشان خاطر يوقف ظهير الجنب. هنا بنتكلم بقى على فكره الدبل سكس، ان احد الارتكازين سواء مابوندا او كيكانا بيبتدي يعمل عمليه الزياده مع مابوي وسيرينو في منطقه العمق، ويبتدي يتبادل معاه عمليه الكرات، او يبتدي يتبادل معاه الكرات عشان خاطر يفضوا المساحه بعد كده لزواني في الجانب الايسر عشان خاطر يبتدي يعمل كره عرضيه. الكره دي تقريبا دخل منها هدف من اهداف سان داونز في دوري المجموعات، اعتقد كان قدام اسيك ميموزا. كان نفس التكنيك ده حصل بالظبط، لعبوا الكوره بهذا الشكل لغايه ما وصلت لعمق منطقه الجزاء، ومنها احرز بابوي هدف المباراه. فانت بتتكلم على فريق بيتحرك بذكاء عالي جدا 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 يعني. انك انت بتاخد الارتكازات بتوديهم جنب تاني، فبتفضي المساحه، لان طبعا لو رقيبي سابني مساحه فاضيه طبعا. هنشوف في الفلانكس او في الجرافيك التاني هما بيعملوا ايه. لايكي كان بيشترك في عمليه بناء الهجمه، يعني انت لو سبتني ما ينفعش انك انت تسيب لاعب في عمق الملعب او في عمق ارتكاز الملعب وتدي له مساحه ووقت كافيين ان هو يبتدي يزيد عليك او ان هو يعمل خطوره عليك. ده بالنسبه للفيديو الاولاني طيب. اللي احنا بنتكلم عليه. بالنسبه للفيديو التاني يا جماعه لو جاهز معانا تمام، برضو يعني نتكلم في امور كلها خاصه بالجانب الهجومي بالتحديد لفريق سان داونز. اتفضل الفيديو معانا. طيب هنا هنقف بس برضو ثانيه واحده عشان نشرح للساده المشاهدين الهجمه هناك من ناحيه اليسار. هنلاقي ان كيكانا بيحاول او بيروح مع لانجرمان او ناحيه لانجرمان في اقصى الجانب الايسر. نبتدي نحرك الفيديو، هو اللي بيستلم الكوره هنا، الكرة طالعة من ناسيمانا. فين الكرة؟ في هناك في أقصى الطرف اليسار. تمام اتحركت هناك ناسيمانا، وهناك كان اتحرك في جهة الجناح. كويس. وزويني ابتدى ينطلق في العمق، وبيبتدي ثنائي الهجوم مابوي وسيرينو ينزلوا في العمق. أنت شايف هنا أهوت مابوي وسيرينو الاتنين نزلوا قوي واديت المساحة للأطراف عشان خاطر يعملوا دور صانع الألعاب في إنك أنت بتستلم الكرة. بيفضوا المساحة للأطراف يتحركوا مكانهم فيسلموا لهم الكرة. بالظبط كده. طيب أنا لما أجي أعمل الكرة بعمل إيه؟ أنا زويني موقف قلب ظهير الجنب، فكيكانا بيستلم الكرة، بتحصل عملية تبادل الكرات ما بين المهاجم وما بين زويني. في نفس الوقت لانجرمان طالع، طبعا احنا شايفين من تحت كمان ان هوت مورينا اللي اتكلمنا عنه في الصور عشان نوضح برضو للساده المشاهدين ازاي الاوفرات بتتعمل. طبعا شايفين مورينا بيتحرك من اول الفيديو لغايه ما وصل للمنطقه ديت، وبالتالي بيحاول يجيب الجون على الاقصى العارضه البعيده. يعني انا جمعت اللعب ناحيه الشمال، عملت زياده، نزلت المهاجمين لعمق الملعب، خليت الارتكاز بتاعي يتحول لظهير جنب، اديت فرصه للانجرمان مع زويني ان هم يعملوا صناعه الهجمه، وفي الاخر خالص لافور ضم لعمق منطقه الجزاء ووراه مورينا يحاول يسجل زي ما حصل في مباراه لوبي ستارز. تمام. طيب يعني دي نقاط القوه الخاصه بفريق سان داونز، وبالتحديد في الجانب الهجومي لما بيجوا يهاجموا بيهاجموا ازاي، زي ما قال لنا كده استاذ ايمن محمد المحلل الفني في يلا كوره، وفي الحقيقه شرح مفصل. لكن عايز بالتحديد اتكلم عن نقاط الضعف في فريق سان داونز والجانب الدفاعي بالتحديد الخاص بيهم، ايه اللي ممكن يستغله النادي الاهلي عشان يقدر يحرز اهداف؟ الهدف هناك اكيد هيكون غالي جدا بالنسبه للنادي الاهلي. في حاجتين، الضربات الثابته عندنا مهمه جدا، لان هم زي ما هم مميزين في الضربات الثابته هم برده مش جيدين في الضربات الثابته اللي عليهم. الحاجه الثانيه ان انا برده اعمل تحديد لمسارات الكره ومسارات اللاعبين. يعني ايه الكلام ده؟ لما انا يكون عندي مورينا ولافور الاثنين الجبهه اليمين بتاعت سان داونز المقابله لجبهه رمضان او اجايه لو مين اللي هيشترك فيهم وعلي معلول، يبقى انا من الواجب ان انا ابتدي بالكوره ناحيه اليمين زي ما هم بيعملوا بالظبط. انا هبتدي بالكوره ناحيه اليمين محمد هاني، وقدامه مثلا حسين الشحات او ايا ما يكون اللي هيشترك في المركز الجناح الايمن. ببتدي اجمع لاعب في المنطقه ديت عشان خاطر استدرج زويني ولانجرمان في المنطقه ديت، واحاول استدرج احد اللعيبه زي كيكانا مثلا من منطقه الوسط للجزء ده، عن طريق طبعا ان انت بتميل السولية عليه او كريم نيدفيد. لما بيحصل الضغط ده او التجميع ده بتتواجد مساحه لمين؟ لناصر ماهر. ناصر ماهر هيبقى في مابوندا بس هو اللي موجود في منطقه وسط الملعب، وبيبقى موجود قدامه السولية ووراه ناصر ماهر، وبالتالي انت بتحاول تجمع لعيبه ناحيه اليمين، تحاول تستدرج احد الارتكازات المدافع، واللي هم طبيعي جدا وهم بيلعبوا في بريتوريا ان انت هتحاول تهاجم، انك انت تستخلص الكره بسرعه، او انك انت تضغط. فانت لما بتيجي تعمل ده انت تعملهم زي فخ او مصيده،
بتستدرجهم من ناحيه اليمين لعمق الملعب للجبهه الشمال عشان تعمل بقى الفنتات اللي بنتكلم عليها رمضان صبحي او التكمله الهجوميه اللي بيعملها علي معلول. ده تصور بسيط جدا جدا للي بيعمله او ممكن الاهلي يعمله. دايما نصيحتي لسارتي انه يلعب دايما على العمق، جمع اللعب في منطقه الاطراف، هتلاقيهم بيضغطوا عليك بشراسه وقافلين عليك كل الزوايا، لكن بمجرد ما بينقلوا دايما سان داونز عنده مشكله، ودي برده مشكله متكرره من اكتر من سنه. دايما سان داونز عنده مشكله انه لما بيبقى مركز جدا في المنطقه اللي فيها لعب، لكن المناطق اللي ما فيش فيها لعب بتبقى يعني سيئه جدا، سايبينها فيها التغطيه فيها بتبقى سيئه. وعشان خاطر يقدر يلم نفسه بسرعه بياخد وقت. لما انت تيجي تلعب الكرات على اقصى الطرف اليمين وعلى اقصى الطرف الشمال وبتعمل عمليه الترنات دي بسرعه كتير جدا، بتحصل خلخله في الفريق. كمان لما نيجي نتكلم ان هو طريقه لعبه اللي هو بيعتمد على ثنائي ارتكاز والاجنحه، اذا الكره الثابته او الكره السكند بول بتاعتك لو انت قدرت تستخلصها من على حدود منطقه الجزاء هتقدر تصوب بمنتهى السهوله او انك انت تحاول تجيب اهداف. حاجه كمان مهمه جدا، لو رمضان وحسين الشحات الاثنين هنتخيل هم الاطراف، لو انت عندك الفريق مثلا متزن او بيلعب بشكل جيد جدا، فالواجب عليك انك انت دايما تضم قوي للعمق، تاخد المورينا وتاخد لانجرمان للعمق عشان تجبر لافور وزواني ان هم يرجعوا الى اقصى اطراف الملعب الدفاعي وسط الملعب بالظبط كده. برضو كمان حاجه فكره جيده انا بعتقد انها من الافكار الجيده جدا، انك انت لو نزلت ناصر ماهر، هو كده كده لاسارتي بيعتمد اكتر على تنظيم 4-3-3، وبالتالي انت لو عندك السوليه وجنيدفيد وناصر ماهر وبيسحبوا او بيستنوا الضغط بتاع مابوندا وكيكانا، لو دخلت رمضان صبحي يبقى هو المهاجم الثاني او راس الحربه المتاخر خلف مروان او خلف اجاييه، برضه هتبقى دي فكره جيده جدا لانها هتقلل من المشاكل في تواجد ناصر ماهر. ولا لو ناصر ماهر مش هيلعب؟ لا لو ناصر ماهر موجود، يعني ناصر ماهر دلوقتي السولاي بيلعب وقدامه ناصر وعلى يمينه ناصر وعلى شماله نيدفيد. رمضان لما يجي يتحرك من اقصى الطرف الى عمق الملعب هتتواجد اللي بنتكلم عليه. انت عندك يعني مثلا هتخيل مثلا ان لافور وازواني واقفين عند محمد هاني وعلي معلول وما بيهاجموش ما بيضغطوش، وانت مش بتستدرج وكل واحد مع لاعب، كل لاعب مع لاعب، فانت عندك ثلاثه من وسط الاهلي. حتى لو احنا شفنا في الفورميشن انا كنت واصل ان اعملهم ثلاثه بالشكل المثلث ده، وعندك مابوندا ويكي كان الاثنين موجودين مع بعض، هيبقى عندهم ثلاثه مع اثنين، لما يحاولوا يجوا يستخلصوا الكوره انت هتحرك المهاجم بتاعك او الجناح بتاعك لمنطقه الاطراف او من منطقه الاطراف لمنطقه العمق عشان يستلم الكوره وراهم، فيبقى انت عندك مشكلة في وراك وفي مشكلة قدام. بس فدي باختصار شديد جدا بعض الأفكار السهلة أو البسيطة اللي ممكن الأهلي يقدر من خلالها يسجل، وإن شاء الله أنا واثق إن الأهلي هيسجل إن شاء الله يا رب. إن شاء الله هي مباراة صعبة بكل تأكيد، لكن أنا بخلاف المباراة عايز أسألك سؤال بقى، بما إننا بنتكلم على التحليل الفني، فطبيعي جدا إن قبل أي مباراة بالنسبة لأي فريق بيبقى في دراسة فنية للفريق الآخر وتحليل للفريق الآخر. في ظل ضغط المباريات سواء في الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا، ده ممكن يعمل تشتيت للاعبين اللي هم بيسمعوا اكيد خلال المحاضرات كل الامور الفنيه والتحليل الخاص بالفرق الاخرى، انت كل يومين ثلاثه بتلعب فرقه، ده ممكن يعمل تشتيت للاعبين. طب ده سؤالك ده مهم جدا جدا، ويا ريت نعمل له حلقات ان شاء الله. الموضوع ده مهم جدا مع فايده تحليل الاداء تحديدا. انت لما تيجي تتكلم على تحليل الاداء وانت بتقول ان انت عندك ضغط مباريات، كم من الفرق بتطلع من بطوله كبيره وتلاقي المباراه الثانيه اللي بعديها في الدوري او في الكاس حتى على مستوى الانديه المصريه تحديدا يعني، وتلاقيه بيتغلب او تلاقيه بيتعادل. ليه؟ لانك انت بيبقى عندك المدير الفني بيبقى مشغول بالفرحه او اللعيبه بتبقى مشغوله بالفرحه، ده غصب عنك حتى لو انت قلت ان انا بقفل على اللعيبه بتاعتي. عشان كده بتبقى محتاج زي كبسوله صغيره فيديو مجمع في اكتر مثلا 10 دقائق او حاجه بالكتير قوي، في بعض الحالات الدفاعيه، الحالات الهجوميه، ضربات الثابته، نظام التحول بتاع اللعيبه، المراحل اللعب بيعملوا ايه، الحاجات المميزه اللي عندهم. باختصار بتعمل زي تشيك اب كامل على الفريق في فتره زمنيه قليله جدا. من اكتر الاشياء اللي بتاثر في فكر الانسان او في ذهنه هي الفيجوال، حاجات الفيجوال، الحاجات البصريه. لما انت بتشوف حاجه قدامك قدام عينك بشكل متكرر وبشكل واضح بتنطبع الكلام ده كله او بينطبع الكلام ده قدام دماغك او في عينك، فدايما بتيجي انت في المباراه بتسترجع المواقف ديت وبتبتدي تتصرف من خلالها، وبالتالي فكره تحليل الاداء. انا دلوقتي مثلا لو انا بتكلم دلوقتي عن سان داونز، انا خلصت شغلي عن سان داونز، انا ببتدي من النهارده، ببتدي احضر شغلي للمباراه القادمه اللي هي مثلا مباراه مصر والمقص. ففي الوقت الجهاز الفني واللاعبين والهيد كوتش كلهم مشغول بالتحضيرات لسان داونز، انا خلاص خلصت شغلي، انا كمحلل اداء ببتدي دلوقتي افكر في مصر المقص، ابتدي ادرس مصر المقص، وبالتالي هو بيخلص انا اكون بخلص الشغل بتاعي، انا ببقى دايما سابقه بخطوه. وهي دي فايده تحليل الاداء واللي اتمنى ان الناس في مصر يهتموا بيها بشكل فعلا علمي، لان حتى الدول العربيه دلوقتي في الحقيقه طبعا الدول العربيه بتلجا بيه، لان احنا للاسف عندنا
بعض الاحيان الناس بتستخدمها بشكل خاطئ. تمام، سريعا قبل ما اختم خلينا ناخد توقعات بعض جماهير النادي الاهلي على صفحه القناه على السوشيال ميديا وبتحديد على فيسبوك. احمد محمود قال ان شاء الله الاهلي هيكسب 1-0، هاني قال 0-0 ومباراه العوده ان شاء الله الاهلي 3-0 يا رب باذن الله، مصطفى المغاوري قال ان شاء الله الاهلي هيفوز 1-0، اكرم محمود قال كمان 1-0 للاهلي، سهام قالت اتمنى فوز الاهلي ان شاء الله 1-0، يعني التوقعات كلها راح اتجاه 1-0 ان شاء الله يا رب يكون النادي الاهلي، هشام غنيم قال ان شاء الله الاهلي 1-0، يعني واضح ان في تفاؤل كبير جدا. اخر ثلاثه معايا نشأة قال 1-0 للاهلي، هاني محمد قال 1-0، وكمان حمدي قال 2-0 للاهلي. يا رب تكون نتيجه ايجابيه مميزه بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه. استاذ ايمن محمد المحلل الفني موقع يلا كره، بشكرك شكرا جزيلا ونورتنا وشرفتنا. ميرسي جدا يا امير، واتمنى ان انا اكون افدت الساده المشاهدين بمعلومات عن سان داونز. بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت فقرتنا الاخيره من حلقه كلام في الميديا النهارده، اللي اتكلمنا فيها في كل ما يخص النادي الاهلي واستعداداته لمباراه سان داونز المقبله. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه باذن الله، يرجع لنا بنتيجه ايجابيه تدي اريحيه بشكل او باخر قبل مباراه الاياب ان شاء الله في مصر. ومهم ان في مجموع الماتشين النادي الاهلي يقدر يتاهل لدور نصف النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا. كل التوفيق للنادي الاهلي. دي كانت حلقه الخميس من كلام في الميديا، استنوني الخميس القادم ان شاء الله من نفس البرنامج. الى اللقاء. بكم مرة تانية، رجعنا لكم بعد الفاصل وبنستضيف في هذه اللحظات ضيفنا العزيز جدا أستاذ أيمن محمد المحلل الفني موقع يلا كورة. أستاذ أيمن نورنا ومشرفنا. مساء الخير يا أمير، ومنور ومتألق دايما، وسعيد جدا متواجد معاك، وإن شاء الله تكون حلقة جميلة ونفيد الساده المشاهدين ببعض المعلومات عن فريق سان داونز. احنا اسعد طبعا باستضافتك، ويعني ان شاء الله باذن الله تكون حلقه مميزه جدا، لان احنا هنتكلم عن كل ما يخص فريق سان داونز الجنوب افريقي، وقبل مباراه طبعا الاهلي بعد بكره ان شاء الله في ذهاب دور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا. قبل ما نخش في سان داونز خلينا سريعا كده نتكلم عن الماتشين اللي فاتوا، سواء مباراه الاهلي والزمالك ومباراه الاهلي والاتحاد في بطوله الدوري، عشان نقفل ملف الدوري نتفرغ لمباراه سان داونز في الملف الافريقي. تقييمك ورؤيتك للماتشين، الاهلي تعادل مع الزمالك 0-0 وفاز على الاتحاد فوز مميز جدا رغم ان هو متاخر شويه بنتيجه 2-0، رايك ايه؟ طيب خليني اقول لك بدايه في مباراه الاهلي والزمالك ان لاسارتي وجروس الاثنين لعبوا اسلوب لعب غلط. طيب تمام. انا دلوقتي لما باجي اواجه ظروف طارئه طبعا غلط. تمام. لما باجي اواجه ظروف طارئه زي ظروف المطر والملعب السيء وعدم وجود احذيه مطر، ده بيسالني بيرجعني كده لسؤال مهم جدا لو حبينا يعني نوضح للساده المشاهدين، هي ليه الفرق الانجليزيه كانت دايما بتلعب 4-4-2 في الثمانينات والتسعينات وحتى من بدايه الكوره كان دايما اسلوب لعب معروف اللي هو الكيك اند رن. لما تيجي تسترجع الملاعب الانجليزيه في الفترات ديت قبل التحديثات اللي حصلت بعد فتره البريمير ليج، هنلاقي اغلبيه الملاعب الانجليزيه ما كانش فيها نظام الصرف الجيد اللي هو يقدر يستقبل المباريات تحت ظروف طقس سيئه، واحنا عارفين طبعا ان انجلترا من اكثر الدول اللي بيسقط فيها وبتهطل فيها الامطار طول الوقت. طبعاً. عشان كده لو اي حد اتفرج على اي فيديوهات في مباريات قديمه ليفربول او مانشستر او نوتنغهام فورست او توتنهام هوتسبيرز او كل الفرق الانجليزيه الكبيره في فتره الثمانينات خصوصا، هتلاقي دايما ان الملعب اشبه ببرك طينيه. عشان كده كان دايما اسلوب اللعب كيك اند ران اللي هو 4-4-2 او 4-4-2، بتلعب كره دايما على الاجناب، مفيش فرصه انك تحاول تعمل بناء لعب او انك انت تعمل بوزيشن جيم او تعمل الموضوع يبقى فيه استحواذ كتير. وبالتالي انت كنت محتاج، هي نفس الفكره دي اللي كنت بقصدها، ان لازم جروس او لاسارتي كان او اي مدرب بيلعب في اجواء ممطره زي دي انت مش محتاج انك انت تقعد تعمل تدوير كوره كتير او انك انت تحاول تعمل استحواذ، انت مش محتاج اكتر من الكوره توصل على حدود منطقه الجزاء وتحاول تلعب كرات عرضيه او حتى تاخد فاولات. الحاجه الثالثه كمان وده اللي احنا شفناه في المباراه ويأكد كلامي، ان اغلبيه الكرات الخطره كانت في المباراه كانت عن طريق الكرات الثابته او الكرات العرضيه او خطا فردي زي الخطا اللي واقع فيه عبد الغني مدافع نادي الزمالك، محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك قدام وليد ازارو، اتزحلق الكوره وبالتالي كان عندك فرصه كبيره جدا انك انت تعمل تهديف او انك انت تصنع الخطوره على مرمى. فانا بالنسبه لي كانت مباراه ديت كان محتاج، حتى اذا كان كل المدربين او كلا المدربين كان محتاج ان هو يتفرج على الشوط الاولاني عشان خاطر يشوف اللعيبه بتفكر ازاي او مدى تاقلمها على اللعب، لكن كان لازم في الشوط الثاني الاثنين كانوا يفكروا بسرعه
وخاصه لاسارتي ان انت تلعب 4-4-2، خصوصا ان كان عندك اجاييه ومروان محسن موجودين في ارض الملعب، وبالتالي انت كنت محتاج بس شيفتنج بسيط في مراكز بعض اللعيبه. نقطه كمان كانت مهمه جدا اللي تدعم الكلام بتاعي، انك انت وانت بتلعب باحذيه ملهاش علاقه بالمطر، احذيه مش احذيه المطر يعني، دايما اللاعب بيفكر في اتزانه الشخصي. الاتزان الشخصي ده انت بتشوط الكره في عندك قدم ثابته وقدم متحركه، انت بترتكز على القدم الثابته وبالتالي ممكن رجلك تخونك في الاجواء اللي زي دي، فده اثر كتير جدا على جوده الباس. عشان كده هتلاقي نسبه الميس باس كانت عاليه جدا 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 حتى في الهجمات المرتده او الهجمات الخطره، كره زي بتاعه اوباما ما فكرش في التوقيت، كان بيفكر اكتر في البالانس بتاعه، وبالتالي انت كان عندك مشكله كبيره جدا في فكره صناعه اللعبه او بناء الهجمه على الارض في المباراه دي. بالنسبه لمباراه الاتحاد سريعا، تمام، انا بس مباراه الزمالك ما حدش اتمتع بيها خالص للاسف يعني. ما هو طبيعي، طبيعي ارض الملعب كانت سيئه جدا. فانت كنت محتاج، انا كنت بقول لك انت كنت محتاج دايما حد يعني يديك، يعني يبقى ناصح امين كده يديك فكره سريعه، خلي بالك احنا دلوقتي الارض دي مش هتنفع، لازم نلعب كرات عرضيه. لازم نلعب بس حتى متوسط كرات عرضيه ازاي وفي بيرك اصلا على جانبي الملعب يعني ازاي اللعيبه كانت هتقدر تعمل كرات عرضيه؟ لا انت مش لازم تلعب الكره، انك انت تلعب الكره يعني بشكل سريع يعني انت بنتكلم مثلا جيرالدو هيلعب الكره على الطرف بشكل سريع. هقول لك على حاجه مثلا، على ابسط مثال كويس. فاكر الكره بتاعت رمضان صبحي وجنش اللي كانت في الشوط الثاني اللي الكره اتخبطت في رجل المدافع بتاع كان اعتقد كان الونش وجنش لقطها كده سريعا فوق رمضان بالظبط كده، هي كان في لخبطه، انت مش محتاج اكتر من لخبطه، انت بتلعب الكره طويله بالظبط كده. انت مش محتاج، هي يعني هي ارض الملعب مش هتساعدك عن كده. اي نوع من انواع الحديث عن الفنيات هيبقى نوع من انواع الخداع للساده المشاهدين، والساده المشاهدين بقوا ماسكيه جدا طبعا. يعني انت بتتكلم على ارض الملعب، انت مش محتاج غير انك انت تعمل كره زي الاسلوب الانجليزي كيك اند رن، انت بتلعب كوره من ورا لغايه قدام على مساحه اطراف الملعب قدام المدافع، حاجه من اتنين، يا اما يطلعها اوت يبقى عندك فرصه انك انت تعمل رميه التماس طويله او بتعمل جمله تكتيكيه وانك انت ترفع الكره على طول، يا اما هيطلعها كورنر او ممكن انت تاخدها فاول ضربه حره، او ان هو يردها لك في نص الملعب، بس تكون انت استغرقت مساحات او استحوذت على مساحات او عديت مساحات كبيره جدا في نص ملعب المنافس، يبقى عندك البالانس الدفاعي بتاعه او الاتزان الدفاعي بتاع الفريق مش موجود، وبالتالي انت محتاج ساعتها انك انت برضه تعمل كره عرضيه. ممكن هو يخطا زي ما احنا قلنا ان هو يتزحلق، ان هو يعمل فاول معاك، يعني اي حاجه، انت بتحاول بس انك انت ايه تخلخل المنافس، تخلخل تمركز المنافس، لان اي حديث عن فكره انك انت تلعب كوره وانت بهدوء شديد جدا، انت في كوره بتاعت رمضان صبحي حتى في الشوط الثاني برضو اللي هو خد طارق حامد في ظهره ولعب وجري ناحيه مروان يعني هو مش قادر، يعني لا رمضان بيفكر ان هو هيباصي الكوره لمروان ولا ان انا افضل محافظ على البالانس بتاعي وانا بجري وورايا لعيبه، او بيفكر في اللحظه اللي هو فيها غصب عنه منافس. انت عندك منافس زياده، يعني انت عندك اذا كان عندك الضغط وعندك المنافس وعندك تحركات اللعيبه اللي قدامك، فانت كمان عندك المنافس الارض، وكمان انت بتفكر في سلامتك الشخصيه، لان الوقعات في الاجواء ديت او في الارض دي بتعمل لك مشكله كبيره جدا. وبالتالي انا كنت شايف ان لاسارتي او اي مدرب او اي مدير فني بيواجه ظروف زي الظروف دي، انك انت تلعب في ارض ملعب طينيه، انت مش محتاج اكتر من انك انت تلعب كرات ساطه ورا الدفاع، او تحاول تلعب على الكرات العرضيه، او انك انت كمان حتى في تنفيذ الكرات العرضيه، الكرات العرضيه اللي بتبقى على ارتفاع متوسط دي بتبقى خطر جدا. لان انت برضو على ارتفاع متوسط اللعيب اللي المدافع هيجي يحاول يشتت الكوره هيبقى بيرتكز على قدم واحده، ممكن تقلش منه، ممكن تعدي منه، حاجات كتير جدا هي دايما وكثره الضغط في المنطقه ديت او بالطريقه ديت كانت هتجبر مدافع الزمالك او مدافع الاهلي اي مدافع في المنطقه ديت ان هو يرتكب اخطاء، وبالتالي في فرص للتهديف. بالنسبه لمباراه الاتحاد، مباراه الاتحاد بقى المباراه كانت صعبه جدا، ويعني لغايه الدقيقه 90 الاهلي كان لسه ما جابش جوان، وكانت المباراه 0-0، لكن بعد كده علي معلول قدر ان هو من تصويبه رائعه بعد تمريره من جيرالدو كانت مميزه جدا قدر ان هو يجيب الهدف الاول، والهدف الثاني كان لصالح جمعه، واكيد الهدف الثاني ده كمان له ابعاد كثيره جدا في صالح النادي الاهلي ومكاسب اعتقد عديده خرج بيها النادي الاهلي. كان بدايه تقييمك للمباراه بشكل عام بين الاهلي والاتحاد. طيب انا لو انا هختار مباراه هعمل فيها الروتيشن بالشكل العالي ده بالنسبه للاسارت، لو انا مدير فني للاهلي او محلل اداء في الاهلي، هختار مباراه الاتحاد. هتختار مباراه الاتحاد؟ طبعا، لان بعض انتقد الجزئيه دي على فكره شويه. لا طبعا، لانك انت ليه، هقول لك ليه، لان دي اول مباراه بعد مباراه الزمالك انت عملت فيها المجهود بيتعمل في اتنين او في تلاتة، لان حجم اللعب او اللعب على الارض ده بيجهد العضلات بشكل كبير. كمان انت عندك مباراه مهمه جدا بتؤثر في مشوارك الافريقي، انت حافظت على فرق النقطتين مع الزمالك، ما ده ربنا ما وفقكش وانك انت كسبت، وبالتالي انت لسه موجود في المنافسه، حتى لو لا قدر الله حصل حاجه انت لسه المهم بالنسبه لك الموسم الافريقي او المشوار الافريقي بتاعك انك انت تحاول يبقى كل لعيبتك جاهزه، ما ينفعش انك تلعب زمالك 30 والاتحاد الاثنين وتروح تلعب
سان داونز يوم 6 ابريل مع رحله سفر شاقه طويله جدا ممكن تقترب من 8 ساعات تقريبا او حاجه، وبالتالي انت كنت محتاج انك انت تريح العناصر الاساسيه. كمان ليها حاجه ليها علاقه بالمنافس، الاتحاد السكندري نادي كبير وعظيم وفيه عناصر كتير جدا مميزه، لكن لما باجي اقارنه بينه وما بين بقيه المباريات اللي موجوده في شهر ابريل، لا انا هختار نادي الاتحاد لبعض الاعتبارات، اهمها ضعفه في البين الدفاع، ضعفه عند ظهرين الجنب، تقدر تعمل جيم اعلى من كده بكتير. الحاجه الثانيه بقى اللي انا كنت بلوم فيها على لاسارتي، انك انت معروف طبعا ان احمد فتحي هيفضل ياخد وقت او هيحاول ياخد وقت، لان احمد من اللعيبه اللي بتاخد وقت عشان خاطر تدخل في الفورم. انا عشان خاطر يعني بس اعمل برضه من الاوقات احمد فتحي لما كان بيغيب تحس ان هو ما بقالوش فتره ما بيلعبش، يعني اعتقد بيرجع على طول لمستواه، واعتقد ده باين في خلال مباراه الاتحاد مستواه ما كانش بعيد قوي بالنسبه لعدد الايام والاشهر اللي ما لعبش في الكوره. يعني ما هو الفكره في حاجتين، انت بتحتاج من المدافع اذا كان هو مدافع هيميل الى الدفاع فقط او قلب ظهير جنب بيميل الى الدفاع فقط، اعتقد الموضوع هيبقى سهل على احمد فتحي ما عندوش مشكله، لكن اذا كنت انت بتلعب كظهير جنب من واجباته وخصوصا في خطه لاسارتي انه يفتح الملعب وانه يقوم بالزيادات الهجوميه، ده كان هياثر على المستوى على مستوى حتى الريتم او النفس بتاع فتحي انه يؤديه طول ال 90 دقيقه. لاسارتي كان مخلي فتحي يهدى شويه او يقلل شويه من الانطلاقات الهجوميه بتاعته، انا كنت بس عايز فتحي يتحرك يعني 10 ياردات او 15 يارده للعمق عشان خاطر يكون ارتكاز تاني في قلب وسط الملعب عشان خاطر يعمل البالانس ده ويدي فرصه لجيرالدو في الشوط الاول او في الشوط الثاني مع حسين الشحات ان هو يفتح يعمل دور الجناح، لكن تمركز احمد فتحي طول الوقت كثلاثي دي كانت مشكله بالنسبه لي. تمام. طيب يعني اكيد يعني انتصار مهم ومميز بالنسبه للاهلي، والجون الثاني بالتحديد انا لما بشوفه ما بزهقش منه بصراحه، الجون بتاع رمضان وصالح جمعه ورد فعل كمان الجهاز الفني واللاعبين اللي على دكه البدلاء كان رد فعل يعني اروع من الجون في الحقيقه، احسن من الجون بكتير كمان. لكن رمضان صبحي بص الشخصيه انا بستغرب والله لما حد ينتقد رمضان، لعيب عنده امكانيات رهيبه ممكن بعض الاوقات يا جماعه ما يبقاش موفق، لكن بص ده عدى من الاول والثاني والثالث وبعدين بيدي الكره لصالح جمعه بالمقاس بالظبط، وصالح كمان يحط هدف اكثر من رائع في الحقيقه يعني. طيب هو الطلاينه دايما بيقولوا ايه، بيقولوا اجمل فوز هو الفوز البادي في الدقيقه 90 لو المباراه انتهت 1-0، واحنا الاهلي كان محظوظ ان هو جاب الجونين بعد الدقيقه 90 وكانت حاجه جيده جدا، والاهلي كان يستحق الحقيقه الفوز في المباراه ديت. بالنسبه لرمضان صبحي او الفنت العظيم اللي هو عمله والمراوغات واللياقه البدنيه العاليه جدا المتميز فيها، الشكل كان حلو، بس خلينا كمان نتكلم ان مدافعي الاتحاد كانوا غلطانين، يعني الحقيقه هم رايحين بايعين نفسهم شويه، انت رايح بايع نفسك، فانت طبيعي جدا سهل جدا على رمضان يعمل الكره ديت، كمان الريتم بتاع الفوت ورك بتاع رمضان صبحي وهو بيجري برجله اليمين رايح، هو اسلوبه لعب صعب، انك انت دايما بتلعب على الشمال او انك انت المفترض بتلعب على الشمال بعد كده لما تيجي تباصي تباصي باليمين، لا انت دايما بتطمع اللعيب، بص هو انا حاطط الكوره ناحيه الجزء القريب من الملعب، الجزء القريب من المدافع فبطمعك، فانت لما بتيجي انا باخدها برده لتاني لبره. طبعا وجه القدم الخارجي ممتاز جدا وحطها في مكان رائع لصالح جمعه، كمان التكمله او البنتريشن بتاع صالح كان رائع، جاي يعني عامل سبرنت من نص الملعب عشان هو صالح تعدى كمان ازارو، يعني انت لو انت عدى ازارو بالظبط هو رايح عشان خاطر يجيب جون، فكان طبعا كان المشهد كان كله حلو جدا، وكان الاهلي موفق كمان في الكره ديت، يعني كان هدف ممتع، انا شفت الهدف ده كان برضو كان هدف شكله سينمائي، يعني شكله دايما انت تيجي تعمل افلام وثائقيه الافلام، يعني يا رب يعني الاهلي في يوم من الايام كده او في سنه من السنين يعمل فيلم وثائقي عن اللحظات المؤثره في تاريخ الموسم، لحظات كتير دي هتبقى من الاهداف المؤثره او من اللحظات المؤثره، انك انت بتشوف كمان انك انت لا انت وانت بتقدم وبتجيب الجون الاول انت كمان بتجيب الجون الثاني بشكل سينمائي وبشكل حلو جدا، بتستعيد فيه ثقه لاعب كبير زي صالح جمعه اكيد الاهلي محتاجه في رمضان كمان لان الكلام عليه كتير. هو برضو رمضان برضو عشان خاطر نتكلم، رمضان إيجابي جدا وشخصيته عالية جدا وقوي جدا ونفسيا وذهنيا قوي، بس كمان لازم يأثر ده بشكل فني، لازم في بعض الأوقات لازم هو يكون اكتر قدره على التصويب وان هو ما يخافش وان يلعب الكوره بشكل، ان انت مش هتلاقي المدافعين كل الوقت بيبيعوا كده، فانت لازم يبقى مؤثر في بعض الحاجات اللي محتاج يطورها منها التصويب في الحقيقه، رمضان ما بيشوطش على الجون خالص ده حقيقي، او عرف يطورها هتبقى يعني اضافه بالنسبه له كبيره وبالنسبه للنادي الاهلي يعني اكيد ده حقيقي ده حقيقي. بالتالي بعد فوز النادي الاهلي على الاتحاد روح معنويه مرتفعه، انتصار مهم جدا قبل مباراه غايه في الاهميه واللي عايزين بقى نتكلم فيها وهي مباراه سان داونز في بطوله دوري ابطال افريقيا ودور التمهيد مباراه الذهاب بالتحديد. المباراه شايفها ازاي؟
عايزين نتكلم باستفاضه كمان عن فريق سان داونز، ايه اهم المميزات اللي عنده، العيوب اللي عنده، ابرز كمان اللاعبين اللي متواجدين في صفوف فريق سان داونز. طيب هو بداية موسيماني ده من أكثر المدربين الأفارقة أو أصحاب البشرة السمراء الموهوبين في قارة أفريقيا، وأكثرهم ذكاء وخبص، يعني هو بيلعب مايند جيم عالي جدا 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 دلوقتي أو ألعاب ذهنية. كمان في تصريحاته هو طبعا بيضحك، هو كده بيضحك على الأهلي ويقول كده، لأن هو طبعا أنا فاكر وقت الزمالك في الوقت ده أنا يعني كنت قريب جدا من موسيماني أو فاهم أفكار موسيماني. موسيماني دايما بيحاول يلعب مع الزمالك وبيلعب مع الاهلي او بيلعب مع الفرق بتاعت شمال افريقيا بشكل ان انا احاول اديك ان برستيجك وانك انت فريق قوي وانك انت فريق عظيم وانك انت فريق هتعلم منك ولسه هتعلم منك وان انا فريق ضعيف وان انا فريق متواضع، لغايه ما بيضرب ضربته يدي الفريق الثاني نوع من انواع التخدير، وبعد كده يبتدي يقول لا والله انا كنت كذا وكذا وكذا. يعني ده دي افكار دايما موسيماني بيلعب نفسيا يعني. بالظبط ده حقيقي. موسيماني بقى عنده كمان تيم ورك عالي جدا في فكره السكاوتنج او فكره تحليل الاداء. كويس. موسيماني عنده محلل اداء خاص بفرق جنوب افريقيا ومحلل اداء خاص بفرق الجنوب في القاره الافريقيه، وعنده مختلف عن ده. وعنده محلل اداء خاص بفرق بتاع شمال افريقيا. فالراجل ده يعني او المنظومه بتاعت سان داونز منظومه احترافيه عاليه الجوده. موسيماني يكفي ان اقول لك مثلا يعني مستمر، ده الموسم السابع تقريبا او السادس ليه بالظبط. فمستمر بيلعب باسلوب لعب جيد جدا جدا جدا، وهنشرحه ليه او ليه اختار الاسلوب ده. لما نيجي نشوف تجارب موسيماني السابقه هنلاقي ان موسيماني كان مساعد لكارلوس البرتو بيريرا مع منتخب جنوب افريقيا في كاس العالم وفي بطولات افريقيا. بالظبط كده. لما انت تبقى مساعد لكارلوس البرتو بيريرا يبقى انت اكيد هتتاثر باسلوب اللعب البرازيلي على الاقل في مستوى النقل. ولما تيجي نتكلم ان انت تتكلم على جنوب افريقيا ان اغلبيه الفرق بتاعتها كانت دايما بتلعب بطريقه 4-4-2، فنيجي نقول ان دايما بيلعب سان داونز واغلب فرق جنوب افريقيا لو بتفيست حتى لو تتذكر من حوالي 3 مواسم كان برضو بيلعب 4-4-2 تقريبا بنفس الاسلوب، لكن لما لعب قدام النادي الاهلي حقيقي. لكن موسيماني بيطور في اسلوب اللعب بشكل مختلف كتير. لما نيجي نستعرض التشكيل الخاص بسان داونز هنلاقي ان هو بيعتمد على دينيس اونيونجو اللي هو الحارس الاوغندي، احنا عارفينه طبعا لعب قدام مصر او منتخب قدام الاهلي قبل كده في فترات، افضل حراس القاره طبعا. أونيونجو حارس كبير جدا، وان كان عامل السن ابتدى دلوقتي يرتفع عليه دلوقتي او يزيد معاه شويه فابتدى الموضوع يبقى صعب. عندنا هو طبعا التشكيل الخاص بفريق سان داونز ده خلال المباريات الاخيره صح؟ دي نقطه مهمه جدا برضو عايز اقول للساده المشاهدين عليها. سان داونز في بريتوريا خارج زي مش زي خارج بريتوريا، يعني انا لما بلعب فعلى ارضي بلعب بطريقه 4-4-2 دبل 6 الاثنين مع بعض، لكن لما باجي العب بره ارضي بتلعب الطريقه بتبقى الطريقه مختلفه، لعب 4-2-3-1، لعب 3-4-3 زي ما لعب قدام لوبي ستارز. تمام. لعب بكذا طريقه بره الارض، لكن جوه الارض بيلعب باسلوب معين او باسلوب ثابت وبتشكيل اقرب الى الثابت. فده التشكيل الاقرب ليه في جنوب افريقيا في مباريات جنوب افريقيا. ممكن المباريات اللي بتقام على ملعبه بالظبط كده، حتى لو مباريات محليه بالنسبه لهم او افريقيه. بالظبط كده. تمام. فهنلاقي ان هو بيعتمد على من اليمين للشمال بيعتمد على مورينا وليبوزا وناسامينتو، ده برازيلي ريكاردو ناسامينتو ده قلب الدفاع. طيب. ولانجرمان كظهير ايسر. الاثنين الارتكاز بتوعه مابوندا وكيكانا. كيكانا ده مستمر معاه من 2014 من 2015 البطوله اللي فاز فيها سان داونز على الزمالك في لقاء الذهاب والاياب. في عنده لافور ده برده مستمر معاه من الـ من الـ من المواسم السابقه. طيب. وتيزواني سيرينو ومابوي دول اثنين ثنائي الهجوم المتحرك. ده التشكيل اللي بيلعب بيه 4-4-2 دبل 6. يعني ايه دبل 6 عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين؟ يعني الارتكازين بتوع كيكانا ومابوندا عليهم ادوار دفاعيه وادوار هجوميه، ما فيش حد فيهم بيثبت بشكل تام، وفي واحد مثلا بيتقدم اللي هو واحد بوكس تو بوكس، لا الاثنين بيزيدوا والاثنين بيدافعوا بشكل متساوي. زي باكاماني مش متواجد في التشكيل الاساسي، هو كده مصاب اعتقد الفتره دي. باكاماني مالامبي اللي هو اللاعب، لا باكاماني مش اساسي عنده، ما بيلعبش اساسي. لا 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 لا, لا. هو باكاماني تقريبا لعب بس المباراه الاخيره قدام الوداد، لكن باكاماني حتى لما جه اتوظف في قائد هجوم الاساسي بتاعهم، يعني مش هو اللاعب الاساسي او هو ده اللاعب اللي بيعتمدوا عليه. لا بالظبط كده. هو لافور اللي يقال ان هو مصاب، لكن اعتقد لافور هيلحق بالمباراه. هو وزواني دول الاثنين الاجنحه المهاجمه سواء في اليمين او في الشمال. كويس. طيب برضو يعني ايه 4-4-2 دبل 6 اللي احنا قلنا ان احنا عندنا مابوندا وكيكانا، الاثنين دول بيزيدوا قوي وبيرجعوا قوي. طيب لما انا اجي اتكلم على 4-4-2 اللي هي دبل 6 او اللي ما عنديش فيه ثنائي في العمق او واحد
فيهم بيلعب في العمق، يبقى لازم نشوف في تحركات كتير جدا جدا هتحصل، لان مش معقوله ان فريق زي سان داونز ده يعتمد على الكرات الطويله اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها من شويه في مباراه الاهلي والزمالك لو لاسارتي لجا ليها. لا، انا دلوقتي بعمل بعض التحركات الخداعيه اللي بتخليني اقدر اوصل لمرمى المنافس بسهوله وبيسر وبكفاءه وبذكاء وما بفقدش الكوره، وفي الاخر بشكل هجمه خطر. طيب لما نيجي نبتدي الصور نشوف شكل الهجمات الخاص ب سان داونز عامل ازاي. دي الصوره الاولانيه. احنا دلوقتي هنلاقي ان مورينا اللي هو الباك اليمين اللي عليه الهايلايتس الاصفر ده بالظبط، هو موجود. احنا بنتكلم على باك يمين بيخترق الى اقصى درجات الاختراق نحو منطقه الجزاء المنافس. هنا سيرينو اللي هو راس الحربه هو اللي بيرفع الكوره، ده راس الحرب اللي هيرفع الكوره بالظبط كده. هتلاقي ان عندك لافور اللي هو الجناح ورا او في قلب منطقه الجزاء، واحد عند ظهير الجنب والتاني مع قلب الدفاع، مابوي ولافور الاثنين بيروحوا ناحيه اخر اثنين مدافعين دايما عشان خاطر يفضوا المساحه لمورينا. لما نيجي نشوف الصوره اللي بعديها هنشوف بقى مورينا بقى فين. هنا مورينا بيسجل، يعني انت اخترقت الكوره واستلمت الكوره وبتسجل جوه منطقه او تقريبا جوه الست يارده وبتسجل الهدف من اسيست للمهاجم اللي هو متواجد على طرف الملعب اصلا. بالظبط ده اللي بيخلي هنشوف ده بعد كده في الجرافيكس اللي هنستعرضه بعد كده قدام، هنشوف ازاي بيعملوا الفكره ديت بسهوله ويسر. كويس. دي الكوره بتاعت مورينا وهو بيسجل الهدف في مرمى لوبي ستارز. تمام. الصوره اللي بعديها يا جماعه برده نفس الفكره. احنا هنا بنتكلم برده ان مورينا موجود في اقصى منطقه الجزاء، دايما هتلاقي مابوي ولافور بيحاولوا يشغلوا اخر اثنين مدافعين عشان خاطر يفضي المساحه لمورينا ان هو ينطلق في اقصى درجات الاختراق داخل منطقته، بيكمل للاخر يعني. بالظبط كده. كمان مورينا بيعمل حاجه مهمه جدا، بيعمل حاجه اسمها الاندرلاب. يعني ايه الاندرلاب؟ احنا عارفين الاوفرلاب ان المدافع او ظهير الجنب بيطلع من بره المنطقه او بيطلع من بره الخطوط عشان خاطر يكمل هجمه. لا، هو بيعمل العكس. لما لافور بيقف شويه على الخطوط او بيبقى فاتح شويه الخطوط، مورينا بيخترق من العمق وبيعمل ثنائيه لعب او لعبه ثنائيه كده مع مابوي ويكمل الاختراق لغايه الاخر. اذا مورينا دوت من اكتر اللعيبه المهمين جدا جدا في اسلوب لعب بيتسو موسيماني. نيجي الصوره الرابعه. دي برده صوره كانت من الناحيه الثانيه، برده كان سيرينو بيلعب نفس الكوره، برده هتلاقي ان لافور في العمق ووراه بالظبط مورينا. يعني برضه مورينا بيكمل حتى ده الواضح ان في اعتماد كلي على هذا اللاعب يعني. ده حقيقي. ده حقيقي. هم بيلعبوا اللعبه ديت وبرضه من الشمال الموضوع بالعكس، بس الاكتر ان انت عشان خاطر تستغل مهاره زويني اعلى شويه فنيا من لافور، عشان كده دايما بتعمل ايه، في حاجه اسمها مسارات كوره. ازاي بحرك زويني ده اللي هو وينج؟ زويني ده باك ولا وينج؟ لا ده وينج وراه لانجرمان الباك الشمال بتاعه. فانت دايما بتستغل ان سيرينو بيبقى في الجبهه اليسرى او مهاجم جهه اليسار، زويني جناح عالي جدا وكمان اتاك عالي جدا في الهجوم ودرجه تصويباته عاليه جدا جدا جدا، وبالتالي انت محتاج اللعيبه الحريفه اللي تبقى موجوده عندك في منطقه بناء الهجمات تكون موجوده في المنطقه ديت، وبعد كده تلعب الكره الناحيه الثانيه ناحيه اللعيبه اللي اقل كفاءه مهاريه لكنها عندها قدره بدنيه عاليه جدا. تمام. نيجي نشوف الصوره اللي بعديها دي بقى بالنسبه للضربات الثابته. طيب الضربات الثابته في لموسيماني بيعمل، احنا دلوقتي بنتكلم على الكره البعيده او الكره في الاوبن جيم او في الاوبن بلاي، احنا بنتكلم على الكره على العرضه البعيد. طيب على الكره على الكرات الثابته بيلعب الموضوع بالعكس، دايما بيخلي اللاعب اللي هيستلم الكره موجود على حدود منطقه الجزاء يبقى موجود في على جزء السنتر او هو موجود في السنتر، ويحاول يخلي المساحه اللي موجوده على العرضه القريبه دي بعيده خالص عشان خاطر يخترق في المساحه دي. يعني احنا شايفين الكره هتلف لجوه. يعني الكره دلوقتي هتلف لجوه مش هيلف لبره خالص. ايوه زي ما الخط معمول كده بالظبط كده عشان خاطر تستلم الكره وتقدر تصنع منها الخطوره. سواء بوان تاتش في الجول او انك انت تعمل حتى نوع من انواع الخداع وانك انت تمرر الكره او تسيب الكره للاعيب اللي جاي ورا. برده نشوف كره ثانيه. تمام. قبل ما نشوف الكره اللي بعديها، اللي بيميز فريق سان داونز اكتر ايه؟ هل الناحيه المهاريه ولا السرعات ولا الجانب البدني؟ احنا عارفين ان هم يعني السرعات عندهم مميزه جدا، لكن اكثر ما يميز هذا الفريق كل ما سبق. طيب كويس. طبعا انت هتتكلم مهاره وسرعه ولياقه بدنيه. كل فرق جنوب افريقيا بلا استثناء بتتميز بالجانب المهاري والجانب الوعي التكتيكي في الجزء الهجومي بشكل كبير. يمكن في الدفاع بيبقى الموضوع اقل شويه، لكن في الهجوم كلهم مميزين جدا خصوصا سان داونز. كويس. انا برضه انا عايز اقول لك ان انا عندي ماتيريال لسان داونز من 2015 نفس سيستم اللعب. نفس الطريقه. نفس سيستم اللعب. كله هو واحد. نفس الهجمات، نفس طريقه بناء الهجمات، حتى مع رحيل بعض اللعيبه زي اخوان ماباليا.
بليات اللي هو اللاعب الزيمبابوي كان لعيب جامد جدا. انا بقول لك زولاتي زويني هو اللي بيلعب مكانه. تمام، ناخد الصور. دي ضربه ثابته، دي ضربه ثابته ثانيه برضو نفس الفكره، انت بتلعب الكره بتحاول تفضي المساحه على الجزء القريب عشان خاطر دايما يجي واحد يخترق. تمام، يستلم في المساحه دي بالظبط كده. فدي كره ثانيه. طيب نيجي بقى للجزء الثاني اللي هو زويني اللي احنا بنتكلم عليه من الصبح، اللي هو الجناح الايسر. زويني عنده نقطه مهمه جدا، غير ان هو مهاري وغير ان هو يعني اكتف جدا على المرمى وغير ان هو بيعمل صناعه لعب، لا هو كمان زويني درجه قوته او درجه تحكمه في التسديد جيده. يعني نيجي نتكلم في مباراه زي مباراه الوداد، هو احرز الهدفين بتوع المباراه، سدد من زوايا تقريبا ميته، لكن التسديده كانت قويه جدا جدا جدا، وفي المرتين كان حسن الحظ او كان عنده حسن حظ عالي او درجه حظ جيده ان هو يقدر يسدد يعني. بالظبط كده. لكن انت لما تيجي تتكلم برضو هنا احنا بنتكلم على مابوي ده اللي بيتحرك ناحيه الجناح الايمن، وزويني بيحاول او بيخترق من العمق او بينتقل من منطقه العمق من منطقه الجناح لمنطقه العمق عشان خاطر يستلم الكره في المساحه الفاضيه. ده كمان كان في تحول كان سريع جدا، وكان فين؟ في اول 7 دقائق. تمام، في اول 7 دقائق. يعني معنى كده انك انت لازم تنزل بتركيز عالي جدا، لان هم عندهم سرعه عاليه جدا 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 في التحول. طيب السرعه اللي بعديها، من ضمن الحاجات الجيده اللي كان في الوداد ان هو لما استطاع ان هو يتعادل، هو عارف ان سان داونز سلاحه الاساسي، طبعا احنا لما بنيجي نوصل لاخر منطقه الجزاء او لحدود منطقه الجزاء، الحل الوحيد بتاعنا ان احنا نعمل كرات عرضيه زي ما اتفقنا. فهو كان واضح جدا ان الوداد مذاكر النقطه ديت، فهتلاقي في بتاع حوالي 5 أو 6 لعيبه في منطقه الجزاء عشان خاطر يحاولوا يقللوا المساحات اللي موجوده من سان داونز. لكن سان داونز كان عنده ابتكار جيد جدا ان زويني دخل في منطقه العمق عشان خاطر يتسلم الكرات اللي راجعه، لانه شايف ان في اكثريه عدديه من لعيبه الوداد، لان احنا بنيجي نتكلم على ثنائي ارتكاز او احد الارتكازات يدخل لجوه العمق، وبالتالي فيها هتبقى في مساحه فاضيه كبيره للمنطقه ديت حوالين منطقه الجزاء، وبالتالي انت محتاج واحد يسدد. زويني انتقل للمنطقه ديت واستطاع انه يعني يستلم الكوره ويسدد حتى من مره واحده، وكان هدف جميل جدا لمصلحه سان داونز. يعني الواضح ان هم عندهم مميزات عديده، يعني بالتحديد في الجانب الهجومي وطرق اللعب والسيستم زي ما انت بتقول اللي بيلعبوا بيه سيستم مميز جدا، ولازم النادي الاهلي يكون حذر من هذه الجزئيه بالتحديد. بالظبط كده. ولو احنا كان يعني في بعض الحاجات برضو الثانيه اللي احنا كنا محضرينها اذا كانت جاهزه دلوقتي نبقى نتكلم عنها. هنتكلم عنها اكيد. بتوضح لنا ازاي بقى بيحصل بناء الهجمه، يعني ازاي كان بيهرب على الاطراف، ازاي سيرينو بينزل. كل ده هنتكلم عليه بكل تفاصيل. خلينا نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل الحديث يطول اكثر عن مواجهه الاهلي وسان داونز، وبالتحديد من الجانب الفني، واكثر تحديدا فيما يخص فريق سان داونز بعد الفاصل.